الخير، صباح التفاؤل، صباح السعادة وصباح الأمل. صباح جديد في صباح أون تايم. على مدار ساعتين هكون معاكم حاجات كتير جدا النهاردة في حلقتنا أنا ويحيى حمزة. صباح الخير عليك يا يحيى. صباح الفل عليك يا أميرة، وصباح الفل على كل مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد إن شاء الله، يوم كده كله تفاؤل وأمل بإذن الله. بنكون موجودين مع حضراتكم أنا وزميلتي أميرة جمال لمدة ساعتين، وكل الأخبار والأحداث الرياضية كل ده يكون موجود معانا في صباح أون تايم. طيب يعني بنبدا مع حضراتكم دايما في صباح اون تايم باخبار خارج الرياضه، وخلينا نبدا مع حضراتكم بحاله الطقس. اكد دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات في هيئه الارصاد الجويه ان الطقس ان شاء الله النهارده هيكون في استقرار في الحاله الجويه، هيكون هناك امطار خفيفه على السواحل الشماليه، خاصه طبيعه السواحل الشماليه في فصل الخريف بتكون في امطار ولكن امطار خفيفه. واكد كمان انه ان شاء الله بتنتهي موجه الطقس السيء النهاردة وتبدأ حالة من الاستقرار من صباح اليوم إن شاء الله. يعني شفنا ده أميرة امبارح كان يوم لذيذ ولطيف جدا ومطر وحاجة، يعني شفنا كل الفصول. ده حقيقي النهاردة الدنيا جو المشكلة هو بيتقلب بشكل غريب يعني، وكمان يحيى المشكله ان هو خادع يعني، الجو ده يخدعنا بشكل كبير. الناس اللي ممكن تخفف، انا امبارح يعني نازله من البيت كنت جايه كان عندي شغل كنت متقله جدا، ركبت العربيه شغلت التكييف رجعت ووصلت هنا طلعت الجو كان تلج، فمش عارفه البس اخفف ولا اتقل ولا اعمل ايه. الشتاء هنا في التكييف ربنا معاك الدنيا حلوه يعني ملوش، احنا مالناش دعوه بالطقس بره تماما على فكره، احنا هنا في الشتاء طول احنا في الشتاء طول السنه. بس نخلي بالنا لان كمان النهارده وانا جايه على الدائري كان في شبوره بتقول ان الجو هيبقى حر شويه، بس في الحقيقه يعني عشان كنت ماشيه بدري شويه ممكن على 7:30 او كده كان في شبوره عاليه شويه، الناس اللي كانت مسافره برده تخلي بالها. الامور دلوقتي والجو بقى كويس الحمد لله احسن من اليومين اللي فاتوا كان في امطار بشكل كبير، بس الحمد لله حاله الجو استقرت بشكل كبير الحمد لله يعني، ونتمنى كده يكون في حاله من الاستقرار وبرده الناس تخلي بالها زي ما قالت اميره. خلينا نستعرض اميره مع الناس ماتشات النهارده. الجوله الخامسه طبعا بدات امبارح بماتشين اكيد زي ما حضراتكم عارفين، النهارده بدايه او تكمله للاسبوع الخامس من عمر الدوري المصري الممتاز. البدايه طبعا هتكون مع سموحه وطلاع الجيش الساعه 3 في نفس التوقيت بيراميدز وايسترن كومباني، 5:30 غزل المحله النادي الاهلي، الساعه 8 الزمالك والبنك الاهلي في نفس التوقيت الجونه والمصري. 5 ماتشات النهارده اميره، ومتهيألي الاسبوع ده او الجوله الخامسه اتعودنا احنا من الاسابيع اللي فاتت ان بدايه الاسبوع دايما بيكون فيها معدل تهديف عالي جدا. امبارح ما شفناش ده، يمكن فاركو وسيراميكا كان فيه هدف اجواء بس ممكن امبارح والاتحاد كان فيه تعادل سلبي فما كانش فيه اهداف امبارح، ولكن النهارده في 5 ماتشات اكيد الموضوع هيختلف يعني. هي اجواء كتير يعني امبارح المباريات امبارح طبعا برضو مع الجو اللي كنا بنتكلم فيه والمطر، واكيد كل ده اثر على اللاعبين بشكل كبير. خلينا نشوف تقرير عن مباريات اليوم، نرجع مره ثانيه مع حضراتكم. تشهد منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز العديد من المباريات المرتقبة، لعل أبرزها مواجهة الزمالك والبنك الأهلي وغزل المحلة الذي يستضيف الأهلي في كلاسيكية من كلاسيكيات الكرة المصرية المثيرة. الأهلي يخوض مواجهة جماهيرية أمام غزل المحلة على أرضه ووسط جماهيره في لقاء لن يكون سهلا على المارد الأحمر الذي يسعى لمواصلة قطار انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز. ويقدم غزل المحلة أداء مميزا في مسابقة الدوري حتى الآن، إذ أنه لم يتلقى الهزيمة خلال الأربع مباريات السابقة بتحقيق فوزين وتعادلين. ويفتقد الأهلي في لقاء اليوم لخدمة نجم الوسط حمدي فتحي والذي تعرض للطرد في لقاء المقاولون في الجولة الماضية والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف، كما يعود المدافع رامي ربيع وكريم فؤاد في اختيارات المدير الفني بيتسو موسيماني بعد الغياب خلال الفترة السابقة لأسباب فنية. وفي مواجهة لا تقل إثارة عن الأهلي والمحلة يخوض الزمالك صدام مرتقب أمام البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي، وعين الفارس الأبيض على نقاط المباراة لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري العام في مباراة تشهد غياب الجناح المغربي أشرف بن شرقي لإصابته في لقاء الإسماعيلي وعودة الظهير الأيمن حازم إمام والذي أنهى فترة الإيقاف التي تعرض لها في لقاء الفريقين بختام الموسم الماضي.
طبعا 5 ماتشات النهارده، الكل مستني الكل منتظر. نادي الزمالك عايز يواصل النهارده ب3 نقاط مهمه جدا. النادي الاهلي برده نفس الكلام، غزل المحله اللي يمكن الموسم اللي فات كان غزل المحله عمل مفاجاه على استاد المحله وكسب النادي الاهلي والزمالك الموسم اللي فات، مش عايز يقع في نفس الحته دي. موسم مش عايز يفقد نقاط. عندنا النهارده ماتشات كتيره جدا هنتابعها اكيد وهنتكلم فيها بالتفصيل من خلال حلقتنا، ولكن بنبتدي معاكم دايما بفقره اللعبه. اللعبة بتاعتنا النهاردة أكيد كل يوم بيكون معانا لعبة مختلفة وسؤال مختلف. مين هو أصغر مدير فني تولى تدريب فريق في الدوري الألماني؟ ما تقولولناش أسئلتكم صعبة كالعادة، يعني نحاول نجتهد كده على الصبح ونفكر، وأكيد هنقول إجاباتكم إن شاء الله في آخر حلقتنا. يعني هو دايما اللعبه بنستنى طبعا زي ما قالت اميره اجابات حضراتكم، ودايما بندور على الاسئله اللي ما لهاش اجابات معتاده، يعني او يبقى بيكون فيها شويه فكر شويه. الناس هم بيفكروا الصبح فعلا، بيجروا على جوجل على طول. يا ربنا يعينهم ويعيننا الصراحه يعني الحقيقه. طيب كمان بيكون معانا من خلال حلقتنا فقره الكوتش، دايما فقره الكوتش دي بيبقى فيديوز وتفاعل مع حضراتكم بنتكلم فيه، سواء بنتناقش بنحلل المباراه ايا كانت ايه هي المباراه. لكن النهارده فقره الكوتش هيكون عن التشكيل المتوقع لفريقك، سواء النادي الاهلي النهارده عنده مباراه امام غزل المحله، شايف موسيماني ممكن يبدا ازاي؟ نادي الزمالك عنده البنك الاهلي مباراه ثانيه، باتريس كارتيرون شايفه ممكن يبدا ازاي؟ هو ده النهارده اللي هيكون معانا في فقره الكوتش ان شاء الله. ودايما يا امينه بنستنى كده نشوف كل واحد عنده وجهه نظر فنيه، كل واحد عايز يقول تشكيل، كل واحد حابب يبدا بلعيب معين، بنسيب الدنيا كل واحد يعمل اللي هو عايزه. كل واحد بيبقى ليه رؤيه مختلفه في الحقيقه، يعني احنا يعني جميل ان ده بنعرضه وبنشوف الاختلاف. صحيح. يعني كل واحد بيبقى شايفها من وجهه نظره وشايف ايه الافضل، فده بيبقى لطيف ان بيبقى فيه اختلاف، ما بيبقاش فيه اجماع على حاجه معينه. كمان بنبتدي معاكم كل يوم في صباح اون تايم اون فاير نيوز. طيب يعني خلينا نبدا مع حضراتكم اخبارنا النهارده من النادي الاهلي وحرس بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي على عقد جلسه مع بيرستاو عشان يحفزه على تقديم افضل ما عنده في مباريات الدوري، خاصه يعني لو اتكلمنا يعني بدايه من مباراه الاسماعيلي اللي ظهر فيها بيرستاو والناس اتكلمت وقالت ان الراجل عمل مباراه كبيره جدا وسجل والناس كانت مستنيه منه كتير جدا. بيرستاو ما ظهرش بالشكل ده، خلينا نكون واقعيين وصراحه مع بعض. الراجل جه النادي الاهلي لحد دلوقتي ما قدمش اللي هو او اللي الجمهور الاهلي مستنيه منه. نفس الكلام على فكره ميكيسوني، الاثنين اللعيبه اللي جابهم موسيماني الموسم ده لسه ما قدموش اللي مستنيينه جمهور النادي الاهلي، وده اللي بيتكلم فيه موسيماني مع بيرستاو بالاخص عشان يظهر بشكل كويس عشان يرجع مره ثانيه للمستواه الفني المطلوب منه ويستغل اللي عنده، عنده مهارات فرديه، عنده قدرات خاصه وان هو قادر يساعد النادي الاهلي، ولكن لحد دلوقتي هو ما قدمش او يعني ما ظهرش ورق اعتماده لجمهور النادي الاهلي، وده واضح يا اميره. يمكن ظهر في مباراه الاسماعيلي وخد اول ظهور ليه كان واخد سبورت جامد، وخد احسن لاعب في المباراه وسجل هدف سبورت من الجمهور بشكل كبير كمان كل حاجه والناس كلها على السوشيال ميديا قالت صفقه محترمه جدا، ولكن بيرجع تاني لسه الراجل ما قدمش اي حاجه، ولا هو ولا ميكسوني، الاثنين لعيبه الافارقه اللي جم النادي الاهلي. دايما لما بتجيب لعيب يا اميره بتدفع فيه رقم كبير تبقى مستني منه كتير جدا، لان انت عندك لعيبه كل حاجه يا عم. طبعا اصل انت عندك يعني بيرستاو بيلعب، عندك عبد القادر وطاهر وكهرباء، عندك لعيبه مكانه، فلو اللعيب اللي جاي ده مش لعيب سوبر وجاي يلعب على اللعيبه دي او هو عنده احسن منهم بكتير، ما اعتقدش ان هو يبقى مفيد. بس هو بيرستاو يعني امكانياته عاليه يعني طبعا جدا، الراجل جاي من الدوري الانجليزي. بس يعني شفنا حاجات بدات تظهر في مباراته امام الاسماعيلي، وفي الحقيقه كان بيقدم اداء كويس وقوي جدا، ولكن الثلاث مباريات اللي بعد كده يعني ايه الاجواء المحيطه؟ احنا مش عارفين ايه اللي اختلف، ايه اللي خلى في تراجع في المستوى، الحقيقه مش عارفه. يعني فكره ممكن تقول ايه اول مباراه لسه الكيمستري بتاعته مع اللعيبه مش جايه، بالعكس سجل هدفين في مباراه ظهر كويس جدا طبعا. بعد كده تراجع الاداء ده اللي عليه علامات استفهام. ميكسوني نفس القصه، يمكن يكون بيرستاو ظهر افضل، يعني ميكسوني لسه ما ظهرش خالص. النادي الاهلي كمان بيستعد هيعمل معسكر في وقت التوقف، بدا في اجراءات استخراج التاشيرات الخاصه طبعا بسفر بعثه الفريق للامارات، هيعملوا معسكر هناك مغلق في ابو ظبي في ديسمبر، ده من ضمن تحضيرات الاهلي طبعا في فتره التوقف لظروف مشاركه منتخب مصر طبعا في بطوله كاس العرب. كل الانديه بيحاولوا ان هم يستغلوا الوقت ده يعملوا معسكرات يبتدوا، لان الوقت التوقف هيبقى مش قليل، ففكره ان الانديه تستغلها اعتقد ان الامور تبقى افضل بالنسبه لهم. في الحقيقه
الجهاز الاداري بيحاول بسرعه ان هو يستخرج تاشيرات السفر للاعبين طبعا للاسماء اللي هيختارها الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني للسفر طبعا للمعسكر في ابو ظبي استغلالا لفقره فتره التوقف الدولي. طبعا ده مهم جدا للي احنا كنا لسه بنتكلم فيه امير، ان هو بيرستاو بمستوى بيرجع او ايا كان لعيب مش فت مش جاهز، حلو جدا فتره التوقف، حلو جدا انك تعمل معسكر خارجي، اللعيبه كلها بتبقى مركزه، اللعيبه كلها عايز تشوف بتجرب لعيب بتجرب. شفنا التوقف فرق مع فاركو قوي كمان، يعني التوقف بيفرق مع اي فريق عايز يجهز لعيبته، لان انت عندك لعيبه كتير ما بتشاركش في ماتشاتك الرسميه فما بتشوفهاش او ما بتديهاش فرصه، بتلعب بقى في ماتشات وديه، يعني لما النادي الاهلي لعب مني سمنود شفت طاهر بيسجل، شفت لعيبه كتير بتسجل بتكسب سبعه، عندك بتبتدي تكتشف لعيبه انت مش موجوده عندك او مش حاططها في حساباتك بنسبه كبيره، فحلو فتره التوقف كمان بترجع اللعيبه اللي بعيده عن مستواها، فبترجع مره تانية تاخد وتلعب ورجليه في الملعب ويبتدي يركز، فيبتدي يرجع من فتره التوقف جاهز او فت للدوري المصري. ده دي حاجه مهمه جدا لكل الانديه الحقيقه مش بس ليه النادي الاهلي. خلينا نستكمل مع حضراتكم اخبارنا، وطبعا الناس كلها مستنيه لقاء غزل المحله والاهلي والبنك الاهلي طبعا والزمالك، وخلينا اقول لكم على الحكام اللي هيديروا لقاءات اليوم سواء غزل المحله امام الاهلي او الزمالك امام البنك الاهلي. بيدير لقاء غزل المحله النهارده اعلنت طبعا لجنه الحكام من الاتحاد المصري لكره القدم عن حكام مباريات الغد اليوم عفوا مقرر اقامتها ضمن الجوله الخامسه من منافسات الدوري المصري الممتاز. بيدير محمد الحنفي لقاء غزل المحله امام الاهلي، بيساعده كل من احمد حسام واحمد صلاح وصبحي العمراوي حكم رابع، عبد العزيز السيد حكم فيديو، وابراهيم محجوب حكم مساعد ليه. في لقاء الزمالك والبنك الاهلي بيدير اللقاء محمود عاشور، بيساعده كل من محمود ابو الرجال احمد توفيق ونادر قمر الدوله حكما رابعا، ومحمد معروف حكم فيديو وشهاب راشد مساعد ليه. نتمنى دايما كل التوفيق للمنظومه التحكيميه دائما وابدا بيكون عليها لغط، بنكون مستنيين على الغلطه لاي حكم بيدير اي لقاء الحقيقه، مش بس اهلي زمالك، بتشوف بتطلع تقول اصل الحكم هنا غلط، اصل فلان هنا كان المفروض ضرب الجزاء بس ما اتحسبتش، كلام كتير. نتمنى كل التوفيق النهارده لحكامنا المصريين في لقاء غزل المحله والاهلي والزمالك ان شاء الله والبنك الاهلي امير، عشان دايما الملف ده شائك. دايما الشماعه الضعيفه اللي بيتعلق عليها الاخطاء، انا يعني بشوف ده من وجهه نظري، ولكن عايزه اقول لك الحكم ده يعني عنصر بشري طبيعي طبعاً. ان هو يخطا ويعني ومره يبقى على صواب، ولكن فكره تقنيه الفار اعتقد ان هي فارقه بشكل كبير جدا مع الدوري السيزون ده، قللت من نسب الاخطاء بشكل كبير، حتى لو الحكم شك في اللعبه ما بيروح يبص عليها، اعتقد ان ده كان في صالح انديه كتير، رغم ان السيزون اللي فات قلنا الحكم بياخد وقته عقبال ما بيروح وبيشوف الفيديو، لا انا شايفه ان السنه دي الامور افضل من كده. كل التوفيق ان شاء الله، ولازم يكون عندنا ثقه في الحكم المصري لان هو اهل للثقه ويستحق في الحقيقه ان هو ياخد الثقه اكتر من كده. خلينا نروح لاخبار نادي الزمالك، اصدرت اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب بيان بتعلن فيه انتهاء مهمتها داخل القلعه البيضاء، وجه نص البيان كالتالي: بتعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وبتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة، وإليهم جميعا تتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم. وكما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها بتقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شؤونها، مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق. أكيد بنتمنى توفيق لنادي الزمالك في الفترة القادمة، كل التوفيق لنادي الزمالك وكل جماهير نادي الزمالك. طبعا كل التوفيق اكيد لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه زي ما قالت اميره. بنكمل اخبارنا داخل نادي الزمالك، وكشف مصدر مقرب من محمد ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، والراجل كان بيتكلم عايز المساواه مع محمد عواد من اجل تجديد عقده مع النادي الزمالك في الايام اللي جايه، وتمسك ابو جبل بالحصول على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو نفس المبلغ اللي بيتقاضاه محمد عواد في نادي الزمالك. عقد ابو جبل بينتهي بنهايه الموسم الحالي، وعنده طبعا الحق ان هو يوقع لاي نادي في يناير اللي جاي، وكانت اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك فتحت باب المفاوضات مع ابو جبل عشان يجددوا عقده، ولكن شروط ابو جبل اجلت تجديد للحارس. ابو جبل
من حراس المرمى الكبار طبعا، والراجل كان بمنتخب مصر، ولكن الفترة الأخيرة أبو جبل بعيد عن مستواه. خلينا برضو نتكلم بمنتهى الأمانة، هو بعيد عن مستواه. فأنت لما تيجي تتكلم، ويعني ده شفناه في آخر مباراة لنادي الزمالك أمام الإسماعيلي، كان محمد عواد هو اللي واقف، وابتدى كارتيرون يدي عواد على حساب أبو جبل. أبو جبل خارج حسابات كارلوس كيروش مع منتخب مصر مش شايفينه، فابتدى المستوى أبو جبل يتهز شوية. وده بيجي من فكرة، على فكرة ممكن يجي من حتة ان انا مشتت بان انا هجدد، مركز إن أنا في حاجات تانية بالزبط. ان انا دايما مركز، عواد بياخد 16 مليون، لا انا عايز اجدد ب 16 مليون، عايز اتساوي، فبقاش فوكس حتى على مستوى الفني جوه الملعب. طبعا هو هو حق مشروع ليه كلاعب في النادي ان هو يتساوى، هو شايف امكانياته زيها زي محمد عواد، فان هو ده حق مشروع ليه. ولكن انت دلوقتي مستواك بعيد خالص، وبسبب ده اعتقد انت مشتت نفسك، فانت ما بقتش موجود مع نادي الزمالك، وبالتالي ما بقتش موجود مع منتخب مصر، فانت كده راجع لورا مش بتاخد خطوه لقدام. ده الفكر اللي انا بتكلم فيه، ان انت ما تخليش حاجاتك اللي خارج الملعب تاثر عليك داخل الملعب. ده حقيقي، يعني التركيز مهم جدا، لان انت ما تطلب طبيعي، ده على فكره ده عرف في الحياه، ان انت ما تطلب زياده او تطلب انك تتساوى، فلازم تكون مقدم افضل ما عندك او افضل من الموجود اللي انت عايز تتساوى بيه. فكرة ان انت بعيد شوية عن المستوى ده اعتقد يعني ما بيدلكش سبورت اكتر ان ممكن الامر يتحقق. وابو جبل في يناير كده ممكن يبقى فيه انتقال حر، ما يعني ليه حق ان هو يوقع على اي نادي لو الامور ما كملتش على خير مع نادي الزمالك. من ضمن اخبار نادي الزمالك، كارتيرون المدير الفني كمان كان حريص ان هو يقعد يتكلم مع حازم امام، وكان سعيد جدا بانتهاء ازمته وازمه ايقافه مع اتحاد او من قبل اتحاد الكره. وقال كارتيرون للاعب ان هو عنده ثقه كبيره جدا فيه، خاصه وانه اصبح جاهز للمشاركه في المباريات. وكمان من ضمن الدعم لحازم، كارتيرون بيفكر ان هو يدي الفرصه النهارده لحازم في مباراته امام البنك الاهلي. لعيب كويس جدا طبعا، واحد من كباتن نادي الزمالك حازم امام اميره. ويمكن بنشوف المسلوسي كان بيلعب بيشارك، ادى عبد الله جمعه، كان حازم بعيد الفتره اللي فاتت، الراجل عايز يديله الثقه مره ثانيه، عايز يرجعه يكون موجود عشان ما يبقاش الاعتماد الاول والاخير على حمزه المسلوسي فقط. فانت لما تيجي يقع او يبقى عنده زي ما شفنا لعب مباراه الاهلي ما كانش افضل حالاته، تسبب في ركلتين جزاء، لازم يبقى عنده البديل كمان اللي على نفس المستوى صح، ويكون مناسب طبعا. وهو ده اللي اعتقد اللي شغال عليه باتريس كارتيرون، في ظل طبعا ان هو ما عندوش وقف قيد، ما عندوش لعيبه، فلازم تجهز كل لعيب عندك على اكمل وجه كده زي ما بيقولوا. بتلعب بقى عبد الله جمعه باك رايت، بتلعب لازم كل لعيب داخل السكواد بتاع نادي الزمالك يكون جاهز وفت، عشان ما عندكش الفرايتي مش موجوده كتير. طيب نروح بعيدا عن الزمالك، لسه داخل الدوري المصري وحرس الجهاز الفني الفريق فيوتشر مع كابتن علي ماهر ولاعيب الفريق على الاحتفال بثلاث لعيبه من احسن اللعيبه اللي موجوده اعتقد يعني في فيوتشر، وظاهرين بشكل مميز جدا. عمر كمال عبد الواحد، احمد رفعت، ومحمد عبد المنعم، ثلاث لعيبه. احمد رفعت واحد متالق من الموسم اللي فات وزاد تالقه السنه دي، اتاخرت في الحقيقه طبعا يعني لاحمد رفعت للمنتخب طبعا. كنا لو تفتكر يحيى يعني اول امبارح كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، لعيب كويس جدا ولعيب طبعا لعيب كويس جدا. ومحمد عبد المنعم انا من اللعيبه يعني اللي اعتقد ان النادي الاهلي خسرها، ان هو بيطلع اعاره. محمد عبد المنعم لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، ولعيب لسه صغير، فلعيب كبير جدا وعنده مستقبل كبير. عمر كمال عبد الواحد، عمر كمان مهاري وحاجه جدا، وعمر كمال عبد الواحد هيفيد نادي الزمالك مره ثانيه لما يرجع، لان هو متالق مع نادي فيوتشر، وهي المنظومه داخل نادي فيوتشر سواء كابتن علي ماهر، كابتن عبد الظاهر سقا، كل اللي موجودين في نادي فيوتشر ماشيين بشكل كويس جدا. تحس ان المنظومه كلها مركزه انها تنجح، وهم مقفلين يعني مقفلين على اللعيبه بتاعتهم. ده حقيقي. يعني لما اتكلمت مع كابتن عبد الظاهر هم قافلين على اللعيبه جوه اوضه اللبس، عارفين يسيطروا على اللعيبه، عندهم نجوم. لسه كنت بتكلم معاه بقول له مروان محسن جه فيوتشر تالق بشكل كبير جدا، فاعتقد ان ده بيخلي ان يقول ان في جهاز شغال على اللعيبه اللي موجوده. ثلاث لعيبه من عندهم بينضموا لمنتخب مصر، فاعتقد ان كل ده يحسب لمجلس اداره، لجهاز فني موجود طبعا بقياده كابتن علي ماهر وجهازه المعاون، كل ده بيحسب لهم ان الثلاث لعيبه بتطلع من عندك بيروحوا منتخب مصر ماشي بشكل كويس، عندك مباراه هامه بكره امام امبي. فاعتقد كل دي تفاصيل اولا واخيرا بشوفها انا من وجهه نظري بتحسب لمجلس اداره وجهاز فني وجهاز معاون طبعا، واللعيبه اكيد في نفس الوقت. حقيقي فعلا حاله الاستقرار دي اكيد بتصب في مصلحتهم، وظهرت
على حالة اللاعبين فنيا ونفسيا، فرقت معاهم بشكل كبير. فكرة ان انت تدي الثقة وتبقى ماشي بشكل كبير كويس، ده بيفرق جدا مع اللعيبة. طيب خلينا ناخد على التليفون كابتن اشرف خضر عضو اللجنة الفنية لنادي الاسماعيلي. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ صباح الفل يا فندم ومنورنا حبيبي، ربنا يخليك حبيبي. طيب ايه اخبار النادي الاسماعيلي؟ طمنا عليه. وكمان مع المدير الفني الجديد، يعني شايفين رؤيتكم ليه ايه، وتقييمك كمان ل او اداء المدير الفني في مباراه الزمالك؟ المدير الفني طبعا تم اختياره بعنايه والتحليل مهم يعني، لكن طبعا الراجل اجى على مباراه صعبه جدا، مباراه نادي الزمالك. بعد 3 هزايم الاسماعيلي بيمر بفتره صعبه جدا، هي الاسوء في تاريخه. لكن خلينا نقول برضو ان الاسماعيلي لعب 4 مباريات منهم اهلي وزمالك، ماتشين تقال جدا جدا، ولعب 3 مباريات خارج ملعبه، والرابع كان فريق الزمالك في اسماعيليه بطل الدوري وفريق مميز جدا. اعتقد القرعه ما كانتش نصفه نادي الاسماعيلي، لكن في الاخر الراجل شغال، لكن ما بقالوش كتير. لكن احنا شايفين، شفنا مباراه الزمالك الاسماعيلي، اعتقد ما كانش يستاهل الخساره، وهو ده اللي بنبني عليه. ان شاء الله عندنا مباراه المقاولين وبعد كده المحله في اسماعيليه، مباراتين قبل التوقف اللي احنا محتاجينه جدا. الراجل بيشتغل بشكل مميز، يعني نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه الوقت وبرضه الانتدابات اللي هتتعمل ان شاء الله تساعد الفريق بشكل كبير يعني. طب انا خليني برضه اسال حضرتك عن حاجه مهمه جدا، انا مش هقيم ابدا اخوان بيدرو المدير الفني اللي لسه جاي النادي الاسماعيلي، هو لسه ما يعرفش حاجه، واعتقد ما اقدرش اقيمه من مباراه الزمالك، ولا اقدر اقول ان لمساته بدات تظهر، لان لسه بدري ومحتاج اكتر من 18 ماتشات عشان نقدر نقول ان هو راجل كويس. اخوان براون طبعا مدير فني الاسماعيلي، ولكن اتكلمت مع الراجل ان هو شايف القوام اللي موجود عند النادي الاسماعيلي، محتاج تدعيمات ايه، عايز كذا وعايز كذا، ولا لسه كل ده الملف ده متساب شويه؟ لا لا يا يحيى، الملف ده مش متساب طبعا، الملف ده مهم جدا جدا ومهم السرعه فيه، مش التسرع لكن السرعه. لكن انا بقول ان لا، المدربين والمتميزين يقدروا يخشوا زي ما اللعيبه بتنسجم، اللعيبه الكواليتي كويس بيقدر ينسجم بسرعه، برضه نفس الكلام المدرب اكيد. بس المدرب يعني المحترم. دايما التقييم او ان انا اجي اقول ان هو مدير فني كويس او لا، مش هقدر اقول دلوقتي. لا هو انت مش هتقدر تقول دلوقتي، لكن انت شفت برضه كان طبعا في شكل اختلف، في شكل اختلف ده. أيوه ده ايوه بالظبط طبعا، يعني هو ده، في مدرب يحيى بياخد وقت كبير، وفي مدرب صحيح بيبقى متميز اكتر وبيقدر يحلل وبيقدر يشتغل على حاجات سريعه وحلول سريعه بتساعده. فهو طبعا الراجل اكيد معانا الجهاز الفني بالكامل، واضح النادي الاسماعيلي محتاج ايه. الفتره الجايه ان شاء الله اداره النادي ومجلس الاداره واللجنه الفنيه ولجنه التعاقدات والجهاز الفني كلنا بنشتغل ان شاء الله على المشاكل اللي موجوده، عشان يعني نقدر ان شاء الله النادي الاسماعيلي يرجع لمكانه الطبيعي والشكل المميز ان شاء الله. طيب كابتن اشرف، اكيد حضرتك عارف ان مهم جدا يعني الفتره دي بالنسبه للانديه كلها فتره تجميع النقاط، واكيد الاسماعيلي مش عايز يعني يبقى سلسله من الهزيمه، الاسماعيلي كل مبارياته اللي لعبها ما كسبهاش للاسف. وعايزه اقول لحضرتك بتقولي قابل الاهلي والزمالك وكان يعني القرعه ما نصفتوش، عنده بكره المقاولين العرب، بكره باذن الله الاستعداد للمباراه ازاي للحصول على 3 نقاط؟ كلامك مظبوط، مهم جدا جدا الفرق بتجمع نقاط، وما يليقش اكيد بالنادي الاسماعيلي ولا بجماهيره ولا باسمه الكبير ان هو يلعب 4 مباريات مهما كان، وحتى ومهما كان القسط ما يعني بيبقى بزيرو نقاط يعني. لكن ان شاء الله احنا بنبني على الاداء، الماتش اللي فات كان في حاجه ان شاء الله. مباراه المقاولين برضو، مباراه المقاولين فريق كبير ومعاه مدرب محترم، لكن ان شاء الله الاسماعيلي لعيبته احنا متواجدين معاهم في التدريب على طول، اللعيبه مصممه ان شاء الله ان هي تخرج من النفق زي ما بيقول المظلم ده،
وان شاء الله تبقى البدايه بتاعه النادي الاسماعيلي ان شاء الله غدا في مباراه المقاولون، يقدروا يصالحوا جماهيرهم ويقدروا ان شاء الله يعني يرجعوا بالثلاثه برضه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اشرف، هل في اي غيابات؟ يعني يمكن شكري نجيب كان عنده اصابه، هل في اي غيابات عن مباراه بكره؟ لا لا، شكري متواجد بشكل كويس، كان في التدريب الحمد لله وما فيش اي مشكله ان شاء الله، واللعيبه كلها موجوده وربنا يوفقها. كل التوفيق يا فندم، ونفسنا نشوف النادي الاسماعيلي بيرجع لمكانته الطبيعيه، في سواء في جدول سواء في شكل سواء في كوره بيقدمها النادي الاسماعيلي، متعودين منه دايما على يعني نشوف كوره تليق باسم النادي الاسماعيلي ان شاء الله. شكرا، اشكرك، ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا طبعا كابتن اشرف خضر، ونتمنى دايما ان انت بتتكلم عن النادي الاسماعيلي، من سنين فاتوا كنت بتتكلم عن النادي الاسماعيلي ان هو من احسن الانديه اللي بتقدم كوره، ودايما هو موجود في المنافسه وموجود في المربع. دلوقتي لما بتشوف النادي الاسماعيلي بيتزايل جدول الترتيب بتكون حزين على اللعيبه، على الجمهور، على الكره الحلوه اللي انت بتستناها من الاسماعيلي، لان دايما امير الاسماعيلي كان معودنا ان هو ند قوي جدا. كل النجوم بتطلع اصلا من النادي الاسماعيلي، وفي الحقيقه يعني تاريخ الاسماعيلي يعني اللي النادي الاسماعيلي بيمر بيه دلوقتي لا يليق ابدا ابدا بتاريخه من السيزون اللي فات، مش من السيزون ده حقيقي يعني. وقلنا ممكن السيزون ده الامور تبقى مختلفه شويه، ممكن يكون بداياته كانت مع انديه قويه، ولكن لازم الاسماعيلي يجي، لان الاسماعيلي مكانته في المربع الذهبي استحاله يكون مكانته متزايل الدوري ابدا، وجماهيره الكبيره في الحقيقه اللي وراه اتمنى له كل التوفيق، نادي جماهيري، نادي كبير عريق ليه تاريخ كبير. خلينا نكمل مع حضراتكم اخبارنا. من ضمن كمان اللاعبين اللي هينضموا لمنتخباتهم وليد الكارتي والتونسي فخر الدين بن يوسف، الاثنين خلاص هينضموا او هيبتدوا بعد مباراتهم او بعد مشاركتهم مع بيراميدز في مواجهه ايسترن كامباني المفروض هتتلعب النهارده، هيبتدوا يسافروا خلاص لبلادهم عشان ينضموا مع المنتخبات. وليد الكارتي هينضم مع المنتخب المغربي، وفخر الدين بن يوسف هينضم مع منتخب تونس، الاثنين طبعا المفروض عندهم مشاركه في بطوله كاس العرب اللي هتقام في قطر 30 نوفمبر لغايه يوم 18 ديسمبر باذن الله، وده بعد اختيارهم طبعا ضمن قائمه منتخبي بلدهم للمشاركه في البطوله. وليد الكارتي اميره يمكن واحد من افضل اللعيبه اللي بشوفها، ومن افضل الصفقات اللي اتعملت في الدوري المصري مع نادي بيراميدز، ماشي بشكل كويس جدا من بدايه الموسم، بيسجل حتى في صناعه الاهداف، لا صفقه محترمه جدا، واعتقد انه هيكون موجود طبعا بشكل اساسي مع منتخب بلاده، ولعيب كويس ولعيب مفيد لنادي بيراميدز بشكل كبير جدا، ونتمنى اكيد كل التوفيق لكل منتخباتنا العربيه، واكيد اولا واخيرا. بشوف دايما يا يحيى يعني لعيبه شمال افريقيا اغلب لعيبه شمال افريقيا اللي كانوا متواجدين في الدوري بيثبتوا نفسهم بشكل كبير، بحس ان الكيمستري بتاعتهم بتبقى سريعه جدا مع الانديه، مع الانديه ومع اللعيبه، ممكن يكونوا هم حاسين ان هم قريبين، يعني طابع شمال افريقيا قريب جدا من مصر في الطباع والعادات فهو بيندمج اللاعب بسرعه، وفي الحقيقه شفنا يعني الا قليل من اللاعبين ما ظهروش بالمستوى القوي، ولكن اغلبهم في الحقيقه بيقدموا مستويات قويه جدا مع الانديه اللي بيجوا يحترفوا فيها في مصر. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله لسه مكملين فقراتنا مع حضراتكم، ابقوا معنا. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. دلوقتي معادنا مع فقره صوت الانتخابات، وبيستعد نادي حدائق الاهرام لانتخابات قويه يوم 3 ديسمبر اللي جاي ان شاء الله، هيتنافس على منصب الرئيس ثلاث مرشحين، مهندس محمد نافع الرئيس الحالي، والمهندس عاطف حسب الله الرئيس السابق للنادي، والاستاذ محمود الشرقاوي، ودول اللي هيكونوا بيتنافسوا ان شاء الله. صورنا لقاءات مع المرشحين على الرئاسه، تعالوا نشوفها ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مسكت رئيس النادي من 2011 ل 2015، وطبعا انا عملت كم من الانشاءات وكان عندي خطه للتكمله، ولكن ما حالفنيش الحظ في الدوره اللي بعدها. طبعا عملت حمام السباحه وعملت الملعب الكره الكبير وعملت سويت المناطق اللي فوق دي كلها، وانا عندي ان شاء الله في البرنامج بتاعي اللي جاي ان شاء الله ان انا هعمل حمام سباحه مغطى وحمام غاطس
وطبعا صالة ألعاب مغطاة، وحعمل مبنى استثماري تحت في المنطقة اللي تحت دي، لأن النادي معتمد دلوقتي على دخل الأضوية فقط لغير، ما عندوش أي دخل تاني. فإحنا لو وقفنا الأضوية يبقى النادي في خلال سنة أو في خلال شهور مش هنقدر ندفع مرتبات الموظفين، فلازم إحنا نتصرف ويبقى عندنا حاجة تدر دخل للنادي. دي أهم نقطة في البرنامج بتاعنا، إن هو اللي هو المحور الاستثماري. طبعا عندنا الرياضة، لازم هنهتم بالرياضة، لأن الرياضة فعلا في النادي بقى وضعها متردي جدا جدا جدا. في الحقيقة محمد صلاح بيقدم مستويات قوية جدا، من أفضل لاعبي العالم دلوقتي، والجميع بدأ يفكر وبيتكلم كتير هو محمد صلاح عمل في نفسه إيه؟ هو محمد صلاح إزاي طور من نفسه بشكل سريع كده؟ هو خد خطوات من نادي لنادي، ولكن محمد صلاح اشتغل على نفسه كتير جدا، ده اللي ناس كتير ما تعرفوش. ومش بيشتغل بس مع النادي، يعني حتى في بيته بيتمرن. خيمي بابون ده مدرب خاص لمحمد صلاح، اشتغل معاه في فترته في روما. خيمي بابون ده كان مهاجم كولومبي سابق، وانتقل ان هو يعيش مع محمد صلاح او في المدينه اللي فيها محمد صلاح، بعد ما رامي عباس وكيله طبعا الكولومبي اللي من اصول لبنانيه اتفق معاه انه ينتقل طبعا لروما ويكون قريب مع محمد صلاح. ومحمد صلاح عمل في بيته ملعب مصغر كده وبدا هو يدربه. خيمي ده بدا يدرب محمد صلاح واشتغل معاه في الحقيقه على حاجات كتير جدا. من اكتر الحاجات اللي هو طورها لمحمد صلاح مثلا ان هو يجري المسافات طويله، ان هو طبعا كان اوقات بيفتقد القدره على التسديد بشكل مناسب، كمان ظبط معاه الامور دي، وكمان وضح له ازاي يقدر يدخل منطقه الجزاء بشكل معين. اشتغل على حاجات تكنيكال قوي، يعني حاجات خاصه بمحمد صلاح، طور من ادائه جدا عشان يقدر يفتح زوايا كمان من خلالها فرص التسجيل اكتر تبقى اقرب. كان لينا حوار مع خيمي بابون، خلينا نشوف حكايته وحكى وقال ايه فتره تواجده مع محمد صلاح وازاي قدر ان هو يطورها. نشوف اللقاء كلها كانت بتتكلم ازاي محمد صلاح طور من ادائه. في البدايه عايز اشكر طبعا زميلنا نديم على اللقاء، وقد ايه ان احنا عايزين نوصل للناس الراجل ده اشتغل على نفسه ازاي. محمد صلاح دايما كان عنده مشاكل او مش مشاكل، كان عنده نواقص، دايما عنده بيمتلك السرعه الكبيره جدا اللي بنشوفها، ولكن الفينش اللي في الاخر او التسجيل على المرمى او ان هو بيسجل اهداف، ده كان دايما ناقص عند محمد صلاح في اول سنين من احترافه. الراجل اشتغل على نفسه، ولازم لما يكون عندك حاجه او عندك موهبه مش بس تكتفي ان انا بعرف اعمل كده، لا، دايما بتشتغل بتطور من نفسك عشان توصل دائما وابدا للاحسن. هو ده اللي اشتغل عليه محمد صلاح، وهو ده اللي شغال عليه وكيل اعماله رامي عباس، برضه بيفكر له بيشوف هو محتاج ايه، ناقص ايه، ابتدى يشوف خامي بابون جابه، تعالى اقعد هنا جنبه، تشتغل معاه على الفن، اشتغل معاه على ازاي يخش ال 18 بشكل كويس بشكل صح، ازاي يحصل على ركلات ترجيح، ازاي يسجل ويسدد ركلات الترجيح. كل ده شغل اشتغله مع محمد صلاح، وهنا يحسب للمنظومه اللي هو كونها محمد صلاح، سواء رامي عباس او حتى خامي بابون، المنظومه اللي كونها عشان يوصل للشكل اللي بيظهر بيه والتوهج اللي هو موجود بيه دلوقتي مع نادي مع ليفربول في الدوري الانجليزي. وراه شغل كتير جدا، واعتقد ده باين وواضح لجميع لكل الناس ان هو يوصل لاحسن لاعب في العالم، فده باين وواضح جدا. اخيرا عايز اشكر طبعا زميلي نديم في الاعداد على اللقاء اللي وضح لنا من خلاله ازاي محمد صلاح طور من ادائه. خلونا دلوقتي نروح للقاء مع دكتور فريد رضوان طبيب نادي سيراميكا كليوباترا، والحديث عن فحوصات اللي بتبقى دايما موجوده في بدايه كل موسم، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. فحوصات بدايه الموسم الكروي بالنسبه للانديه، دايما احنا بنعمل تشيك اب لكل اللعيبه الجديده اللي بتيجي النادي او اللعيبه القديمه برضو بنعملها تشيك اب تاني. الفحوصات ديت بتبقى فحوصات على الجهاز الدوري والجهاز التنفسي، وبتبقى فحوصات خاصه بالدم. بنعمل بالنسبه للجهاز الدوري التنفسي بنعمل اشعه مقطعيه على الصدر، بنعمل ايكو اللي هو موجات صوتيه على القلب، بنعمل رسم قلب عادي ورسم قلب بالمجهود.
وبنعمل فحوصات صورة دم والحاجات اللي هي تخص النزف والتجلط، لأن اللعيبة دي كلها بتتعرض لإصابات جوه الملعب، فكل الحاجات اللي هي تخص الفحوصات دي تهمنا جدا جدا. اللعيب بيتعرض لمجهود بدني عالي. أهمية الفحوصات دي كمان إن هي بجانب حماية اللاعب من الإصابات والمفاجأة والهبوط المفاجئ والأمراض المفاجئة اللي ممكن تحدث أثناء اللعب، وده شفناها في ملاعب أوروبية كمان اللي هو السادن ديس أو الموت المفاجئ. فكل الفحوصات دي الحقيقة بتحمي اللاعب رقم واحد، ده اللي يهمنا، وفي نفس الوقت تساعد الجهاز الفني والفيتنس كوتش على رفع معدلات اللياقة البدنية. ده فيما يخص الفحوصات بداية ما قبل الموسم. الحقيقة في بعض الإصابات اللي هي لو اتوجدت في اللعيبة أو لاعبين النادي بيتعاقد معاهم، ممكن الإصابة دي تخلي النادي يفكر هل يكمل تعاقده مع اللاعب أو إن هو يتراجع عن هذا التعاقد. الحقيقة الإصابات المزمنة اللي هي تخص المفاصل، زي عامل مثلا عنده قطع في الرباط الصليبي وعامل العملية دي كذا مرة وعامله له خشونة في مفصل الركبة، فده بيبقى اللاعب ده بيبقى عمره قصير شوية في الملاعب، فبتلاقي اللاعب بتلاقي النادي بيتراجع عن التعاقد مع هذا اللاعب. دي أشهر إصابة. الحاجة التانية اللي ممكن تخلي النادي يتراجع، وده قابلناه الحقيقة في بعض اللعيبة، أمراض القلب، ودي بتبقى الحقيقة بتبقى حاجات مستخبية ومدفونة ولا تكتشف إلا عن طريق المصادفة والمفاجأة بأن احنا بنعمل الفحوصات من قبل الموسم. فالحاجات دي بتبقى مهمة عشان تقول أنا مكمل مع هذا اللاعب، أكمل تعاقدي معاه أو أنهي تعاقدي معاه. أكيد الفحوصات الطبية مهمة جدا في بداية كل سيزون، وأكيد كمان بتساعد الأندية بشكل كبير جدا وبتطمن الأندية على حالة لعابتها. وشفنا حالات كتير بتحصل في الحقيقة، يعني بنلاقي ممكن لاعب يبقى جوه الملعب ويقع مرة واحدة مش فاهمين إيه اللي حصل، ويبقى مشكلة إن اللاعب ده عنده مشكلة من الأساس وممكن يكون النادي ما يعرفش حاجة عنها أو يجهل بيها. وده قلت واتكلمت فيه كتير، وقلت مهم كمان إن احنا نعمل الفحوصات دي للناشئين والولاد الصغيرين، مش تبقى خاصة بس بالفريق الأول، لأن الملف ده ملف مهم جدا. انت بتحافظ على لعيبتك، بتبقى عارف الملف الطبي ليها كله، بتبقى متابع حالتهم ومتطمن عليهم، وبتقدر على أساسه كمان ان انت تدي الجرعات التمارين المناسبة لكل اللاعبين. من ضمن الأبطال كمان في أبطال في الحقيقة بيعملوا إنجازات قوية جدا، أبطال زي ما بيقولوا كده في الظل، يعني ممكن ما تكونش الناس تعرف عنهم حاجة، ما بيسمعوش أسمائهم رغم أن هم بيحققوا إنجازات كبيرة جدا وبيرفعوا على مصر في المحافل الدولية وفي بطولات كبيرة، زي مثلا محمود حنفي بطل المصارعة الحرة، ومحمد عطفت كمان حصل على الفضية في المصارعة الروماني، الاثنين دول، ومحمد عطفت حصل على البرونزية وحنفي حصل على الفضية، الاثنين محققين إنجازات كبيرة جدا ولكن ناس كتير جدا ما تعرفهمش. خلينا نشوف لقاء نتعرف على أبطالنا ونرجع مرة تانية. بلعب في الماسترز وكلاعب ومدرب للعيبة كتير الحمد لله معنا، اللاعب محمود حنفي واللاعب أدهم عبد الله ومجموعة كبيرة من اللاعبين. كنا في اليونان بطولة العالم للماسترز، حصلت على تالت عالم في الحرة وتاني عالم في الروماني. البطولة كانت قوية جدا، شارك في البطولة 48 دولة تقريبا، أنا لعبت تقريبا 8 مطوشة. البطولة كانت قوية والحمد لله ربنا وفقنا فيها. بيبقى عندنا برنامج تدريبي طبعا بنمشي عليه، بنبتدي الأول بالجزء البدني والمهاري والفنيات وبنستعد يعني نشتغل. ربنا يكرمنا إن شاء الله بالاجتهاد والمصابرة والتمرين، بنجتهد لحد ما ربنا يوفقنا ونحاول نعمل إنجازات على قد ما نقدر. شاركت تقريبا سنة 2002 في بطولة جون ريدز في جنوب أفريقيا، حصلت على المركز الأول، وشاركت بعدها في بطولة بولندا وبطولة العالم. دول بقى إن شاء الله شاركت حرة ورماني وحصلت على مركزين. ابتديت تدريب بقى لي حوالي 10 سنين تقريبا. ربنا يعني اكرمني كتير في لعيبه من زمان، يعني كان اولهم احمد عصام حصل على اول افريقيا، وتوالت بقى اللعيبه لحد ما وصلنا لابطالنا الموجودين معانا النهارده، محمود حنفي وادهم عبد الله، وربنا ان شاء الله يقوينا في الانجازات اللي جايه ان شاء الله. والله انا كده موجود في التدريب بمرن اللعيبه، انا شغال بصراحه معاهم، يعتبر ممرن مش مدرب اكتر، يعني انا بتمرن معاهم، بنحط البرنامج وبنمشي عليه
بنتمرن وبنجتهد وربنا يقدم لنا اللي فيه الخير. كنت بلعب باسم نادي الطلبية ودلوقتي في المشروع القومي مسكنا يعني بقى هو الراعي لينا بمعنى الكلام يعني. أول سفرية ليا أو أنا حصلت فيها على المركز الأول كانت في اسمها بطولة البحر المتوسط كانت باليونان. حصلت على المركز الأول كنت بلاعب 11 دولة كانت أسبانيا ومقدونيا واليونان وكذا دولة يعني. كان البولة بتاعتي يعني اللي هي اللي أنا فيها كانت صعبة يعني شوية. تلعب 4 ماتشات يعني كان أصعب ماتش اللي هو الأخير ده كنت بلعب فيه على الأول وتاني كان أصعب ماتش ليه. وحصلت فيه على المركز الأول وبرضو كل ده بفضل الكابتن عدفت تعب معانا برضو اللي هو كابتن محمد عدفت. هو كابتن محمد عدفت بيبقى معايا هو كأب وكأخ ككل حاجة مش بعيد كنا بنروح نبات عنده في البيت يعني. كان تمرين جيم كان ممكن في اليوم يعمل لنا تمرينتين ثلاثة. بنقعد نتمرن مع كابتن محمد عدفت لغاية ما تيجي معاد البطولة يعني. أنا حصلت 4 مرات أول جمهورية على التوالي ورا بعض. وأول سفرية كانت سفرية في السعودية خدت هناك برضو أول عرب وبعد كده خدت تاني بس في الحر وأنا أساسي حر خدت أول روماني هناك وكانت بطولة جميلة يعني وعملونا عمرة هناك السعودية وكل حاجة وكنا راجعين مبسوطين برضو كنا 9 لعيبة 9 حصلنا برضو ذهب وكانت رافعين اسم مصر يعني معانا. هو طموحاتي اللي انا يعني ابقى زي الكابتن كرم جابر ده شرف لينا يعني اللي هو اخد اول اولمبيات واول عالم باذن الله يعني. وفضل الدكتور برضو الدكتور اشرف وقف معانا هو اللي كان بيمشي السفريه كنا المفروض مسافرين بطوله افريقيا بس بطوله افريقيا اتاجلت فهو مشي في بطوله اليونان على طول. الوزير برضو الأستاذ الدكتور أشرف صبحي صراحة من ساعة ما مسك هو مهتم باللعبة. طبعا أكيد عندنا أبطال كتير في كل الألعاب مش بس في كرة القدم لا عندنا أبطال لعيب أبطال كتير في كل الألعاب يعني بنشوفهم بيرفعوا اسم مصر في محافل دولية بيحصلوا على ميداليات سواء برونزية أو فضية ودايما لازم يكون عليهم سبوت ولازم نتكلم عليهم ولازم نقول إن هم دول أبطالنا. حاجة تانية كمان عايز أتكلم فيها وهي اللي خلاص بقينا عند في مصر بنستضيف بطولات كتيره جدا بقينا شفنا اكتر من بطوله وكاس عالم لليد وشفنا حاجات كتيره قوي بنستضيفها هنا عندنا في مصر. يمكن ده اميره خلاص ما بقاش جديد علينا كمصريين بقينا بنعرف نعمل الحدث الرياضي الكبير اللي الناس كلها والعالم كله بيتكلم عليه ان في عز ظروف صعبه جدا بتستضيف بطولات وبتنظم بطولات وبتطلع بشكل في عز الكورونا يا يحيى يعني لما كل الدول قالت لا مش هنقدر انت قدرت طبعا يعني كاس العالم اليد ده كان صحيح. يعتبر اصعب ظروف ممكن تستضيف فيها بطوله صحيح. بعد منها في الحقيقه انا شايفه ان هي كانت فتحه الخير صح. لان مصر استضافت بطولات كتير جدا بعد منها يعني عندك في الرمايه استضافت بطولات عالم عندك في اغلب البطولات اللي انت استضفتها دوليه عندك طبعا. في الخماسي الحديث استضفت في بطولات كتير مش جمباز بطولات الدوليه في يعني في حاجات كتير الحقيقه مصر استضافتها وده مش جديد علينا الحمد لله وبيدينا ثقل كمان في القارة السمراء. اخيرا بطوله الدراجات يا يحيى كمان مضمار الدراجات ده مدينا سبورت بشكل كبير جدا لانه على اعلى مواصفاته تقدر ان انت تستضيف بطولات عالم. كل الدول اللي كانت مشاركه انبهرت من المضمار اللي طبعا في استاد القاهره بنشوف ده خلاص وتعودنا ان احنا بنشوفه والحمد لله بنقدر ننظم بشكل يليق باسمنا ايا كان ايه البطوله زي ما كانت بتتكلم اميره دراجات بطوله كاس عالم لليد ايا كانت ايه البطوله بقينا قادرين نستضيف وبقينا قادرين ننظم الحدث زي ما بنشوفه وبنعرضه لحضراتكم. اعلن اتحاد كره السله المصري استضافه مصر لبطوله كاس العالم للانديه لكره السله عام 2022 هتقام البطوله في فبراير اللي جاي ان شاء الله وهتكون مصر اول دوله من افريقيا بتستضيف المسابقه عبر تاريخها. هتنطلق البطوله يوم 11 فبراير 2022 بمباراتي نصف النهائي وتختتم في 13 من نفس الشهر بالمباراه النهائيه والمركز الثالث وهتجرى ان شاء الله القرعه في بدايه العام المقبل بتضم البطوله 4 فرق بعد بيعد الزمالك هو اول نادي بيشارك في تاريخ البطوله او نادي افريقي بيشارك في تاريخ البطوله بعد ما حاز لقب افريقيا في وقت سابق ليه من العام الجاري وبتضم البطوله كمان بطل نسخه 2021 وطبعا يعني
دايما بنتكلم عن بطوله مهمه وبطولات اكيد مهمه بتستضيفها هنا في مصر، سواء سله سواء بنتكلم في كل البطولات. ان شاء الله تكون البطوله ناجحه وتكون بتنظم بشكل محترم بشكل يليق باسمنا كمصريين باذن الله. خلينا نروح للمؤتمر الصحفي للاعلان عن استضافه مصر لبطوله العالم للانديه لكره السله ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بطولة عالمية تقام في مصر في خلال 4 سنوات يعني، والحدثين أهم من بعض. يمكن أول بطولة عالمية كانت في مصر 2017 ككأس عالم الشباب، أول بطولة كأس عالم للشباب في أفريقيا برضو، ودي أول بطولة كأس عالم للأندية في أفريقيا. الحمد لله دي رؤية جميلة جدا من الاتحاد الدولي لكرة السلة للاتحاد المصري ولكرة السلة المصرية، وبيزينها الحقيقة البنية الأساسية والدعم الحكومي اللامحدود من الدولة المصرية. مكتب الـNBA وزيارة الوفد الـNBA أفريقيا لمصر حدث كذا زيارة، والنهاردة جايين عشان يقابلوا الوزير عشان يعني يقولوا إن إحنا إيه آخر حاجة عشان يبدأوا يعلنوا بافتتاح مكتب NBA في القاهرة، ودي حاجة كبيرة جدا لأنها أكاديميات وماتشات ومدارس رفع كرة السلة يعني هتعمل طفره كبيره جدا جدا، لان هم بيشتغلوا من تحت صح قوي وهيساعدونا كتير جدا في تطوير كره السله، وزي ما سمعنا في كل الاتجاهات مش لعيبه بس، لعيبه مدربين حكام وبيعملوا معسكرات وبيعملوا كامبات. حاجه ان شاء الله يكون لنا شرف حصولنا على المكتب او افتتاح المكتب في مصر، ان شاء الله هيعمل حاجه كبيره. الحاجه الثانيه كاس العالم وبطوله كاس العالم للانديه، اول حدث بالشكل ده في افريقيا، اول مره فريق مصر يشارك، ان الحدث ده يجي مصر مره واحده في الظروف دي يعني شايف حاجه كبيره جدا. الاتحاد الدولي برضه على تواصل معانا، لما بدانا نسمع في كاس عالم بدانا نتكلم، طب هي فين، طب احنا ناخدها، طب نعمل، طب هتعملوا ايه، وبدانا في مفاوضات كبيره جدا مع الاتحاد الدولي ومخاطبات. جه وفد زار الحقيقه المنشات الجديده، شفنا من يعني كل الصالات الجديده والقديمه كمان برضه، وانبهروا جدا مش من الصالات بس، لا من البنيه التحتيه المصريه كلها. يعني مش عايز اقول الحاجات هم قالوها كده، يعني قد ايه مصر جميله، يعني احنا كان لازم نيجي هنا من زمان ان كان NBA او الاتحاد الدولي. الحقيقه يعني كل الشكر للحكومه المصريه، كل الشكر لوزاره الشباب والرياضه، كل الشكر وتقدير ليهم. الحقيقه انا فخور جدا ان انا مصر النهارده الحدثين اللي موجودين دول، فخور جدا رئيس الاتحاد المصري، فخور باعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري اللي هم يعني انتخابات مش انتخابات، شغل الكلام ده كله مش عندنا، احنا اشتغلنا واجتهدنا في الفتره اللي فاتت، والفتره الجديده اللي جايه ان شاء الله هتبقى احسن، وبنوعد بالاحسن دايما ان شاء الله. كاس العالم للانديه لكره السله في الحقيقه حدث مهم جدا، واعتقد استضافه مصر ليه حدث كبير بيديها ثقل في القاره السمراء. زي ما اتكلمنا قبل الفاصل استضفنا بطولات كتير جدا، في حقيقه في مستوى السله كمان احنا بنقدم مستويات قويه جدا على مستوى المنتخبات، وثلاثه في ثلاثه كمان عندنا منتخبات قويه سواء على مستوى الرجال او مستوى السيدات. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاية، وكمان كل التوفيق لمصر البلد الكبير دايما في تنظيم البطولات العالمية. إن شاء الله زي ما قالت أميرة كل التوفيق، وبإذن الله تكون بطولة تليق باسم مصر بإذن الله. مشاهدينا نطلع لفاصل، لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين فقراتنا مع حضراتكم في صباح أون تايم، فقرة السوشيال ميديا. طيب امبارح يمكن بعد خسارة اليونايتد من واتفورد والناس كلها ابتدت تتكلم عن سولتشير، الراجل اللي هو كان حديث السوشيال ميديا كلها، وكان الكلام على السوشيال ميديا عن إقالة سولتشير بعد ما أعلن نادي مانشستر يونايتد إقالته من النتائج الغير جيدة اللي شايفينها في الفترة الأخيرة من يونايتد، بتخسر ماتش بتتعادل ماتش، ولكن الخسارة أمام واتفورد 4-1 دي اللي عملت هزة داخل مانشستر يونايتد، ولكن كان الجمهور أصلاً
خلاص ابتدى يعني كلام كتير عن سوليتشاير وانت مكمل ليه وامتى هيقال هو امتى هيروح، كلام كتير قوي في الموضوع ده. طيب صفحه مانشستر يونايتد نشرت صوره لسوليتشاير من المباراه الاخيره امام واتفورد وهو بيودع الجماهير، وكتبت مانشستر يونايتد يعلن رحيل سوليتشاير عن منصبه شكرا على كل شيء. اعتقد يعني كلام كتير كان في الفتره الاخيره على السوشيال ميديا، واللعيبه طبعا يا اميره بتحيي الراجل يعني اللي هو ما قدمش اي شيء من وجهه نظر اليونايتد. يعني كمان لعبوا مانشستر يونايتد حرصوا ان هم يودعوا المدرب ونبدا بقائد الفريق هاري ماجواير اللي كتب على صفحته: لقد جعلتني اوقع مع افضل نادي في العالم ومنحتني اكبر تكريم في كره القدم، لدي كل الاحترام والامتنان، شكرا لك على كل شيء. طبعا هو بيشكره ان هو دعمه وان هو كان سبب من اسباب ان هو يوقع مع النادي. انا عايز برضه اشكره ان هو كان سبب من اسباب الخساره امام واتفورد، هاري ماجواير واحد من اللعيبه يعني واتطرد قدام واتفورد وكان سبب من اسباب الخساره وكان سبب من اسباب رحيل سوليتشاير عن مانشستر يونايتد. فاعتقد يعني الصوره لايقه ان هما الاثنين بيشكروا بعض، انت راجل خسرتنا 4-1 وانت راجل رحلت عن الفريق شكرا ليك. فيعني ده اللي حصل ما بين يعني الصوره ما بين هاري ماجواير وما بين سوليتشاير. طيب ديفيد دخيا واحد من حراس المرمى الكبار جدا والحقيقه واللي انا يعني بحب اتفرج عليه، ولكن هو مظلوم مع نادي مانشستر يونايتد او في حاجه غلط بسبب دفاع مانشستر يونايتد، ولكن ديفيد دخيا كتب: انت دائما تعطي كل ما لديك والجميع يعلم انك اسطوره. طيب كمان فريد كتب: مع احترامي شكرا ليك على كل شيء. ودين هندرسون كتب: شكرا ليك على كل شيء، انت اسطوره لليونايتد. اعتقد يعني كلام عاطفي شويه وكلام ان انت مدير فني رحل، ولكن في الاخر جمهور مانشستر يونايتد كان عامل هاشتاج ارحل يا سوليتشاير من فتره يعني، ولكن اللعيبه بتلعب مع مدير فني فطبيعي ان هم يكتبوا الكلام الحلو ده. كمان سوليتشاير اجرى حوار مطول مع الموقع الرسمي لليونايتد، اتكلم فيه باكتر من حاجه بس اللي اكد عليه انه هيواصل دعمه للنادي، واكد انه كان بيرغب في الفوز بالالقاب والمنافسه على الدوري لكن لم يحالفه الحظ، وقال انه عارف ان في صحفيين عايزين يعملوا معاه حوار ويعرفوا تفاصيل كتير، بس هو فضل يبقى الحوار مع النادي وبعدها همشي. طب دي كانت ابرز الحاجات على السوشيال ميديا النهارده، وهو اهم حاجه هو خبر قالت سوليتشاير من اليونايتد، سواء بقى اللعيبه بتتكلم سواء الناس بتدعم سواء هو الراجل شايف ان هو داعم طول الوقت لنادي مانشستر يونايتد، ولكن هو ما قدمش معاه الشكل اللي ليه باسم يونايتد. كريستيانو رونالدو رجع مره تانية من يوفي لليونايتد عشان يتالق، ولكن زي ما اليونايتد طلع رونالدو اعتقد كان بالشكل والمنظر ده هو هيخلص على كريستيانو رونالدو، لان هم نتائجهم بتسوق مباراه بعد مباراه، حتى اخرهم كان رباعيه من واتفورد وخلاص بيمشي سوليتشاير، وزيدان كان في الترشيحات ولكن بيرفض، لسه مش عارفين مين اللي هيكون بيتولى القياده الفنيه لليونايتد. خلينا نبعد عن الدوري الانجليزي ونرجع مره ثانيه للجوله الخامسه هنا عندنا في الدوري المصري، وكلام عن اكيد مباراه الزمالك والبنك الاهلي وطبعا النادي الاهلي وغزل المحله، وكلام كتير عن احوال الدوري المصري مع واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك كابتن امير عزمي مجاهد اللي منورنا دلوقتي من خلال لايف. كابتن امير صباح الفل عليك، وانا عارف انك ما بتصحاش بدري ومصحيينك بدري. انا عارف انا ما بصحاش بدري. لا تقلقش يا امير، بنكوشك بس بنهزر مع بعض، ما تقلقش. تصحى من النجمه يا كابتن، احنا عارفين يعني مكلمينك الناس من بدري وانت كنت صاحي. صباح الفل. عايزه ابتدي معاك اكيد النهارده من 9 بصحى. صباح الفل. النهارده مباراه الزمالك امام البنك الاهلي، يعني شايف المباراه ازاي النهارده، وخصوصا ان الزمالك في الحقيقه بدا يفوق واخر مباراه ليها كانت فوز. النهارده الزمالك ايضا بيبحث عن 3 نقاط. يعني طبعا هي مباراه انا شايفها مباراه صعبه بسبب البنك الاهلي السنه دي شكله احسن من السنه اللي فاتت، فرقه متماسكه يمكن استقبلت هدف بس في المباريات السابقه كلها، لكن زي ما حضرتك قلت يمكن الزمالك بدا يفوق من مباراه الاسماعيلي، يمكن الاداء ما كانش كويس قوي في مباراه الاسماعيلي لكن كان مهم قوي ال3 نقاط، لكن زي ما بقول لحضرتك ان كل السنه دي كل مباراه صعبه في الدوري، الفرق كلها المستويات متقاربه، الفرق اللي صاعده الفرق اللي هي ممكن دعمت كويس،
فهي مباراة كلها صعبة على الفرق، لكن زي ما أقول لحضرتك المباراة أنا شايفها تبقى صعبة شوية، زي ما قلت لحضرتك لمباراة البنك الأهلي عندهم دفاع كويس، فرقة متماسكة، مدعمين كويس يعني بلعيبة كويسة، بيلعبوا برضو قدام مدير فني، أنا شايف راجل مدير فني كويس عنده طرق لعب مختلفة. يمكن السنة دي البنك الأهلي بيلعب ساعة 3-4-3، ساعة بيلعب 4-2-3-1، لكن زي ما يعني أنا شايف المباراة المهم فيها يعني أكتر من الأداء في البداية، في بداية أي دوري الثلاث نقاط والفوز، من فوز بيدي ثقة للعيبة. فأنا شايف المباراة تبقى صعبة، لكن لو اتكلمنا على الورق لا، أنا شايف أن نادي الزمالك عنده أفضلية، عنده لعيبة كويسة في كل خط، زي أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي راجع بشكل كويس، عمر السعيد، وجود طارق حامد خط الدفاع الماتش اللي فات كان كويس، عواد برضو عودة للمباراة السابقة، أول مباراة لي كانت كويسة. فشايف اللي ممكن على الورق نادي الزمالك أفضل، لكن زي ما قلت لحضرتك المباراة أو مباراة الدوري السنة دي هتبقى صعبة. كابتن امير يعني اتكلمت في جزئيه مهمه جدا، وخلينا اقول لك برضو البنك الاهلي جاي من الجوله الرابعه خسران من سيراميكا، جاي عنده الزمالك، كابتن خالد جلال مدير فني طبعا عنده فكر وعنده رؤيه، باتريس كارتيرون كان عامل شويه تغييرات في مباراه الاسماعيلي، شفنا عبد الله جمعه بيلعب باك رايت، عنده النهارده غيابات واحد من اهم لعيبه نادي الزمالك اشرف بن شرقي، شايف النهارده كارتيرون ممكن يدير اللقاء ازاي، وهل في اسامي او تغيير في طريقه لعب كارتيرون ممكن نشوفها النهارده امام البنك الاهلي ولا لا؟ بص يا يحيى، هو كارتيرون عامه ما بيغيرش طريقه لعب، يعني على طول بيلعب 4-2-3-1 صحيح، ويمكن يعني انا شايف اللي هو حتى من كلامه المباراه اللي فاتت لما اتكلم على التشكيل قال لك اللي في فرق كتير ممكن بتلعب بواحد اشول ناحيه اليمين، وده اللي شفناه المره اللي فاتت كان مفاجاه للاعب عبد الله جمعه. انا شايف المباراه اللي فاتت راحته لبعض اللعيبه يعني كان مهم، اللي في بعض اللعيبه برده انت طالع من هزيمه قدام مباراه الاهلي، لكن اما بتغير غير في مراكز يعني ما ينفعش، انا في وجهه نظري ما ينفعش تجيب واحد برجليه اليمين تلعب برجله الشمال تلعبه باك رايت، يعني دي صعبه شويه يعني طبعاً. هي ممكن عدت المباراه اللي فاتت، لكن لو كان حصل حاجه كان هيبقى فيها مشاكل كتير او هيبقى فيه لغط كتير. فانا شايف هو مش هيغير في طريقه اللعب، هو على طول بيلعب 4-2-3-1، لكن النهارده انا شايف اللي لازم يعني ناحيه اليمين، انا شفت المباراه اللي فاتت حتى لما حمزه المسلوسي نزل هو اللي صنع الهدف الثاني، فالافضل للاعب كل واحد في مركزه او كل واحد على عدلته زي ما بيقولوا، لكن هو مش من النوعية اللي بيغير كتير، لكن انا متوقع اللي هو ممكن يلعب بنفس التشكيل بتاع المباراة فاتت او يبدا بنفس التشكيل. يعني خلي بالك المدربين الاجانب ما بيكسب مباراه او مباريتين بنفس التشكيل بيفضل على نفس التشكيل، اللي بيغيروا كتير ممكن يغيروا في واحد واثنين. انت اتكلمت على اشرف بن شرقي النهارده، يعني انا متوقع النهارده اللي ممكن مصطفى فتحي واوباما واحمد سيد زيزو، يعني ممكن احمد سيد زيزو هيبقى ناحيه الشمال مكان بن شرقي، واوباما رقم 10، ومصطفى فتحي هيبقى ناحيه اليمين، لكن تغييرات كتير ورا او خاصه ان انت الماتش اللي فات برضه ما استقبلتش اهداف. فالمتوقع اللي هو هيلعب بنفس التشكيل او بنفس الناس اللي بدات المباراه اللي فاتت. طيب كابتن امير انا عايز اسالك، يعني في كلام كتير اتقال ان حمزه المسلوسي هيبقى النهارده البدايه معاه، يعني هو هيبتدي في التشكيل النهارده على حساب عفوا على حساب عبد الله جمعه. هو نزل الماتش اللي فات في الشوط الثاني، هل شايف ان ده يعني وجهه نظرك ايه؟ شايف ان ده الافضل ولا الافضل ان هو يبتدي بعبد الله جمعه؟ لا انا شايف النهارده البنك الاهلي عنده في الحته دي لعيب انا شايفه من احسن الباكات في الدوري المصري اللي هو يعقوبه اللاعب السابق لوادي دجله، صحيح السنه دي بيأدي بشكل جيد قوي مع البنك الاهلي، مفتاح لعب للبنك الاهلي كويس قوي من ناحيه الشمال. فانا متوقع او افضله لا يبقى في باك رايت، يعني انت النهارده حازم امام تقريبا راجع حتى بعد عوده من الايقاف، فانت عندك النهارده اثنين باكات رايت حمزه وحازم، فبتبقى صعب قوي ان اجيب واحد باشول العبه باك رايت، يعني صعبه جدا. وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك في الاول والاخر عبد الله بيأدي فيها، يعني هو ممكن يأدي فيها لكن مش بالشكل اللي هو 100%. فانا شايف لا يبقى واحد يبقى باك رايت موجود احسن. وبعدين يعني انا شايف ان حمزه المسلوسي ممكن مباراه الاهلي ما كانش فيه توفيق، يعني ده وارد جدا اللي ممكن لعيب ما يبقاش موفق في بعض في مباراه، يعني اي لعيب كوره بيبقى كده،
لكن اللعيب اللي بيبقى عنده ثبات واللعيب اللي بيبقى لعيب خبره انا شايف ان هو رجع المباراه اللي فاتت اما لعب شارك بشكل كويس وهو بيأدي من نهايه الموسم اللي فات بشكل جيد. فانا مع الالعاب الباك رايت او لاعب اللعيب اللي في مركزه يعني. فانا مع وجود حمزه المسلوسي او حازم امام في المكان اللي هو الباك رايت. كابتن امير يعني كابتن خالد جلال واحد من المديرين الفنيين اللي اكيد حافظ لعيبه نادي الزمالك وحافظ طريقه لعب نادي الزمالك. النهارده ممكن يكون بيبدا اللقاء بيهاجم بادئ مقفل ويلعب على المرتد، ممكن يغير من طريقه لعبه ولا هيلعب بطريقته المعتاده اللي هو بيلعب بيها من اول الدوري، مع ان ممكن يكون النهارده المباراه مفتوحه يعني. النهارده الزمالك عنده دوافع ان هو يكسب، لنفس الكلام برضو البنك الاهلي جاي من خساره امام سيراميكا عايز يكسب ويفضل في المربع يعني. فاعتقد البنك الاهلي معاه لعيبه مميزه جدا، عنده محمد هلال وانت بتتكلم على يعقوبه، عنده احمد ياسين منضم لمنتخب مصر، عنده عناصر مهمه يعني. شايف النهارده طريقه لعب كابتن خالد جلال ممكن تكون عامله ازاي؟ بص، نفس الطريقه بتاعه مباراه النادي الاهلي اللي هم اللي البنك الاهلي لعبها هيبقى بنفس يعني. انا متوقع النهارده اللي هيلعب ثلاثه ورا يعني، ممكن النهارده يلعب باحمد ياسين ودبش وعاصم صلاح، ثلاثه هيبقوا ورا، نفس طريقه اللعب اللي لعب بيها قدام مباراه الاهلي. انا متوقع كده. وبرده مش هيقدر يفتح الملعب مع فرقه زي نادي الزمالك يعني ممكن يلعب النهارده ثلاث ارباع ملعب اللي هو كل اللعيبه تحت الكوره ويعتمد على الهجمات المرتده. لكن الكابتن خالد يفتح ملعب او يفتح جيم من اول مع نادي الزمالك انا متوقع انه يبقى صعب جدا، خاصه ان زي ما قلت لك نادي الزمالك عنده الجانب الهجومي عنده ثلاث لعيبه كويسين طبعا. جدا مع طبعا. مع عمر السعيد او مع الجزيري فيبقى صعب ان انت تفتح. طب عمر السعيد ولا الجزيري مين اوقع من وجهه نظرك يا امير ان هو يكون بيبدا او ممكن يكون هو اللي واخد المكان الاساسي بتاعه مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه؟ شايفين عمر السعيد متالق بيسجل اكتر من مره. بص يا عمر، بص يا يحيى، انا مع الحته دي حسب سير المباراه يعني، او انا حسب شكل اللعيبه يعني انا عايز ايه من المباراه. هل عايز اعتمد على الكور الطويله او على الواحد او على عرضيات يعني، ولا عايز يبقى واحد عنده سرعات في الاول وبعد كده ايه؟ بقول لك او بتعتمد على عرضيات عشان عمر السعيد بيجامب كويس وهيدرز كويس، فلو محتاج ده تلعب عمر السعيد او العكس لو الجزيري لو عايز سرعات من القلب. بالظبط. بس انا شايف يعني الماتش النهارده في استاد القاهره هيبقى فيه مساحات، فانا طبعا. انا متوقع اللي بالاول يبقى الجزيري اللي موجود بحيث ان انا اعتمد على زي ما قلت لك على السرعات. خلي بالك النهارده انا بقول لك لعيبه البنك الاهلي او نادي البنك الاهلي هيبقوا موقفين، فمش فهتضطر تلعب طويل فهتبقى مشكله، فانت محتاج ان انت النهارده تخلق مساحات بين في المساحات في خط دفاع البنك الاهلي. فانت محتاج واحد يبقى عنده سرعات، فانا شايف اللي ممكن الجزيري النهارده يبدا المباراه وعمر يبقى بديل وينزل ياخد جزء. وعمر عامه لما بينزل يعني عمر في ماتشين بشوفناه لما نزل جاب جون، المباراه اللي فاتت لما نزل جاب جون، فمتوقع اللي ممكن يبقى الجزيري. وانا شايف شكل البنك الاهلي زي ما قلت لك هيبقوا موقفين ورا شويه، فانت محتاج النهارده زي ما بقول لك اللعيب بيبقى عنده تحركات كتير بحيث تخلق مساحات للعيبه اللي هم زي ما بقول بيقدموهم من الخلف يعني مصطفى فتحي وبام وزيزو زي زيزو هتبقى مهم جدا يعني. طيب كابتن امير، انا عايز اسال حضرتك على المباراه الثانيه اللي هي طبعا هتكون ما بين النادي الاهلي وغزل المحله، شايف المباراه ازاي وخصوصا ان غزل المحله في الحقيقه يعني نتائجه غير موفقه بالمره، كمان في النهارده يعني في استبعاد للكهرباء في بعض الامور. لا غزل المحله نتائجه مش كويسه، غزل المحله نتائجه كويسه جدا، كابتن محمد عوده ماشي معاهم كويس ولكن هي ممكن تكون عن ماتشات الاهلي والزمالك دايما غزل المحله، مع ان غزل المحله الموسم اللي فات كسب الاهلي برضو في المحله ملعبه. في ملعبه اخر المباراه اللي غزل المحله تعادل مع طلائع اتفضل. يعني انا غزل المحله عامه عشان تلعب في المحله كانك يعني بالنسبه لي استاد بيسموه هناك استاد الرعب، انت فاهمني؟ حتى لو مفيش جماهير الملعب مش مقفول، الماتشات بتبقى صعبه جدا على اي فرقه بتلعب في المحله، وده شفناه السنه اللي فاتت اللي المحله قدر يفوز على الاهلي وقدر يفوز على الزمالك. انا شايف المحله ماشي بشكل جيد السنه دي، مجمعين. يمكن انا كنت مختلف مع ناس كتير، الناس كتير بدا يقول لك ايه المحله وممكن السنه دي هيبقى صعب اللي يبقى موجود او يبقى موجود. لا، المحله بدا السنه دي بدايه كويسه جدا، جاي كابتن عودة عامل شغل كويس قوي، كسبان ماتشين، كسبان انبي وكسبان استر كومباني ومتعادل مع طلائع الجيش، ماشيين بشكل كويس جدا مع سبع نقط. مباراه مش سهله على النادي الاهلي، لا مباراه صعبه جدا زي ما قلت لك.
عنده 7 نقط بالظبط كده. فمباراه صعبه جدا على النادي الاهلي. اي فرقه بتروح تلعب في المحل المباراه بتبقى صعبه عليها يا يحيى. طبعا انا شايف ان لا مباراه صعبه على النادي الاهلي. وده شفنا زي ما قلت لك زي اللي حصل السنه اللي فاتت اللي المحله قدر يكسب الزمالك وقدر يكسب الاهلي في 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 استاد المحله. امير شايف يعني كنت بتكلم عن بيرستاو وميكيسوني, شايف التلت الهجومي للنادي الاهلي ازاي؟ يعني مين انسب اللي يكون بيلعب تلت ناحيه اليمين ناحيه الشمال في النادي الاهلي؟ بيرستاو لحد دلوقتي نزل مباراه الاسماعيلي سجل هدفين ورجل المباراه, ولكن بعد كده بعد شويه. ميكيسوني نفس الكلام لسه ما قدمش اوراق اعتماده مع النادي الاهلي. شايف ان عبد القادر ممكن ياخد على حساب بيرستاو, ولا لسه اللعيبه دي ممكن تكون بتظهر بشكل كويس مع النادي الاهلي في الفترات اللي جايه؟ يعني عايز اعرف منك وجهه نظرك للتلت الهجومي للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه او في مباراه النهارده. بص يا يحيى, انا في وجهه نظري اللعيب اللي بيبقى جاي جديد بيحتاج وقت, وممكن هتلاقي يعني زي ما بيقولوا ايه يوم فوق ويوم تحت. لكن انا شايف اللي بيرستاو لعيب كويس. يعني انا خلي بالك النادي, انا بتفرج مثلا اما بتفرج على النادي الاهلي او بتفرج على بعض مباريات النادي الاهلي ممكن الناس ما تكونش حاسه بدوره. انا شايف ان الراجل ده بيتحرك بين الخطوط كويس جدا اللي هو بيرستاو, ممكن بيخلق مساحات للباك رايت زي واحد زي اكرم توفيق بيخلق له مساحات. فممكن دوره بالنسبه للمدرب بيبقى مهم, وممكن الناس ما تبقاش شايفاه. يعني انا في وجهه نظري هو لعيب كويس, لكن انت عارف اللي هنا يعني عندنا مشكله اللي بيطلب من اللعيب المحترف في مصر اللي انت عارف انت لازم او ما تيجي تسجل اجوان وتظهر بشكل كويس كل ماتش تبقى انت نجم المباراه بالظبط. لكن انا شايف اللي هو لا هو لعيب كويس, عنده سرعات, بيخلق زي ما بقول لك بيتحرك بين الخطوط كويس. لكن النهارده السؤال نفسه اللي الناس يعني هو النهارده انت عندك حمدي فتحي واخد طرد الماتش اللي فات صح, فهل النهارده الراجل هتعتمد على هيغير طريقه لعبه ولا لا 4-2-3-1 اللي انت ممكن تحط بالظبط؟ لا انا شايف اللي هيبقى صعب تغير طريقه لعبه خاصه زي ما قلت لك انت بتلعب في استاد صعب اللعب فيه او الاجواء بتبقى صعبه فيه. فرقه المحله بتأدي اعتقد هيلعب برامي ربيعه يا امير لان هو ضم رامي ربيعه عندهم لعيبه كويسه. ممكن بس دي برضو يا يحيى خلي بالك هيبقى فيها مجازفه اللي انت النهارده بقالك فتره رامي ربيعه بقاله فتره كبيره جدا ما بيلعبش, فاللي انت النهارده تيجي تبدا بيه في مباراه زي دي انا شايف ممكن تبقى فيها يعني ريسك شويه 50-50 ممكن هيبقى فيها صعوبه. لكن ممكن النهارده نشوف ممكن احمد عبد القادر ياخد ممكن يلعب مثلا بقفشه ناحيه الشمال واحمد عبد القادر في الحته دي مع بيرستا. يعني بس الموضوع عشان حمدي فتحي بقاله فتره بيلعب هو وديانج والسوليه فممكن ما نعرفش يعني الراجل بيفكر في ايه. لكن اللي هو يغير طريقه اللعب اللي يرجع 4-2-3-1 في مباراه زي دي لا هيبقى فيها صعوبه خاصه زي ما قلت لك هو المباراه الاخيره بيعتمد على التامين الدفاعي بوجود حمدي فتحي بين كاليبرو متقدم يعني فما اقدرش اقول لك دلوقتي بس انا متوقع لو مش هيغير طريقه اللعب. طيب انا عايز اسالك على خط هجوم النادي الاهلي, يعني الافضل النهارده موسيماني يعني يلعب بشريف, شريف برضو على قد ما هو كويس ولكن ممكن يكون في تراجع بسيط في المستوى الفتره اللي فاتت, ولا يبتدي بمين؟ بص هو انا زي ما قلت لحضرتك هو موسيماني من النوع اللي ما بيغيرش كتير في التشكيل, وطالما زي ما بقول لك ايه طالما ما هي ماشيه بيفضل ماشي او صح. اي مدرب او معظم المدربين كده يقول لك ايه هي ماشيه كده. يعني هو النهارده عنده 12 نقطه متصدر الدوري, فانا زي ما قلت لك اللي انت تلعب النهارده او تغير ممكن تغير كمان اما تغير في التشكيل كتير ممكن تغير وانت بتلعب على ارضك, لكن اما تطلع بره او استاد تاني او استاد بره بيبقى صعب جدا اللي انت اللي هو يغير او يبقى يحصل تغييرات كتير في التشكيل. فانا شايف الراجل ممكن يعتمد على نفس العناصر الهجوميه اللي بيعتمد عليها الفتره اللي فاتت, وبرده هو النهارده ممكن يعني حتى لما شفنا المباراه اللي فاتت هو مثلا حسام حسن اداله اخر ممكن اخر 3 دقائق او 4 دقائق هيبدا يدي الناس اللي ممكن او بيدي الناس اللي بيدخلهم واحده واحده. لكن اللي انا اقدر اجيب لعيب زي ما بقول حاجه ما بيشاركش وابدا من مباراه زي دي هيبقى صعب جدا. فانا شايف هيبقى الارجح او ال 90% اللي هو هيبدا بنفس التوليفه او نفس اللعيبه اللي بتبدا المباراه اللي فاتت.
مع فكر ان موسيماني ممكن بيوظف قفشه ناحيه الشمال، يا امير شايف ان ده بقفشه حتته؟ يعني انا دايما بشوف ان قفشه هو 10 احسن حته بيجيد فيها وبيبقى خطورته كلها في الحته دي، مع فكر موسيماني ان هو يغير شويه ويجيب قفشه ناحيه الشمال، ولا ده بيفقد القفشه كتير جدا من خطورته؟ بص يا احنا بتفق معاك طبعا، القفشه 10 يعني هو 10 صريح في 10 بشكل جيد جدا، لكن ممكن هي طريقه اللعب، طريقه اللعب اللي بتفرض عليه كده. يعني انت النهارده لو لعبت قفشه 10 هتطلع واحد من نص الملعب زي ما قلت لك، انت بتلعب 3 فهتطلع واحد من الثلاثه ده يبقى بره، صح؟ فالنهارده هتغير طريقه اللعب من 3 4 3 او 4 3 3 ل 4 2 3 1. قفشه احنا قلنا خطورته في الحته رقم 10 دي بتبقى اكتر من الناحيه الشمال، لكن هو برضو زي ما قلت لك من السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان عنده مشكله او استقبل اهداف كتير، اللي بيبقى عنده في مشكله بين خط الدفاع وخط نص الملعب في المساحه اللي ما بينهم، عشان كده هو السنه دي حط حمدي فتحي في الحته دي عشان يقدر يملى الحته دي او يعمل ربط عشان يعمل ربط بين خط الدفاع وخط الوسط. فالنهارده هو ممكن الظروف بتاعت او طريقه اللعب ممكن هتظلم قفشه شويه اللي هو يلعبه ناحيه الشمال، لكن انا مع اللعيبه يحيى اللي بيبقى عنده مرونه تكتيكيه، يعني النهارده او انا بفضل اللعيب اللي يقدر يلعب لك مركزين ثلاثه بتبقى كويسه ليه. هو ممكن الراجل بيبقى شايف ان قفشه في الحته دي بيأدي، لكن زي ما انا بتفق معاك اللي هي قفشه المكان اللي ممكن بيأدي بشكل جيد فيه رقم 10، لكن ساعات التغييرات التكتيكيه هي اللي بتفرض على المدرب اللي ممكن اجيب لعيب والعبه في مكان ثاني. طيب كابتن امير انا عايزه اسالك بشكل عام، يعني لغايه الجوله الخامسه مين الفريق اللي انت شايفه الحصان الاسود حتى الان؟ مين اللعيب اللي فاجئك بمستواه وشفته متالق بشكل كبير؟ تقييمك للدوري مع يعني امبارح بدات مباريات الجوله الخامسه، شكل الدوري السنه دي والمنافسه وقوته؟ يعني شكل الدوري السنه دي احنا شايفين اللي فيه غزاره تهديفيه. عاجبني فرقه فيوتشر بصراحه، عاملين فرقه كويسه جدا، جايبين لعيبه كويسه جدا، بيأدوا بشكل جيد جدا، معاهم مدير فني، شايفه مدير فني محترم جدا. كل ما بيروح فرقه يعني في المصري نجح او ادى بشكل جيد مع المصري، السنه دي بيأدي كابتن علي ماهر بيأدي مع فيوتشر بشكل جيد. مهم جدا اما بتعملي فرقه جديده اللي انت تجيب يبقى فيه انسجام، يعني بيبقى صعب الانسجام اللي انت بتجيب زي من كل نادي بتجيب لعيب، لكن احنا شفنا ان السنه دي تحس ان فرقه فيوتشر بقى لها فتره طويله مع بعض. فانا عجبني جدا فيوتشر، عجبني المحله زي ما قلت لحضرتك في بدايه الكلام، عجبني المحله جدا برضو، عاملين فرقه كويسه قوي، الكابتن عوده عامل فرقه كويسه قوي، فرقه سموحه برضو السنه دي، الاتحاد السكندري، يعني في فرق كلها بصراحه بتأدي بشكل جيد السنه دي. لكن لو رجعنا للعيب اللي ممكن انا شايفه السنه دي بيأدي بشكل جيد قوي، وده يعني انا شايف ان راجل منتخب، راجل كروش مدرب الكروش احمد رفعت اللي هو ضمه محمد عبد المنعم اللي هو السيرد باك بتاع فيوتشر، واحمد رفعت. بس محمد عبد المنعم، يعني محمد عبد المنعم لعيب الناس كلها بتصلها يحيى عشان راجل بلاي ميكر وبيجيب اجوان، لكن انا شايف ان محمد عبد المنعم فعلا يعني الراجل اللي عجبني جدا، اللي هو سيرد باك محترم عنده سرعات طبعا بيأدي بشكل جيد. يعني انا خلي بالك برضو يحيى عشان مركزي كنت بلعب مدافع، فبص على الحته دي شويه، فعجبني محمد عبد المنعم اللي هو السيرد باك، واعتقد ان ده اول العائدين من الاعاره للنادي الاهلي يا امير، واحمد رفعت، وانا شايف اللي هم ايه، اعتقد ان النادي الاهلي هيفكر ان ده يكون من اول العائدين مره ثانيه للنادي الاهلي. انا بتفق معاك، لكن انا شايف الاثنين دول احمد رفعت ومحمد عبد المنعم بيأدوا بشكل جيد، مروان برضو، مروان حمدي في سموحه بيأدي بشكل جيد جدا، وشفنا ان الراجل عنده ثقه فيه في المنتخب وضمه. ففي لعيبه كتير السنه دي يا يحيى، عجبني قوي الالفي اللي هو بيلعب، احمد الالفي اللي بيلعب في المحله. يعني الناس برضو مش بصاله، انا شايفه هاف ديفندر لعيب كويس جدا، كويس قوي، من نوعيه اللعيبه اللي بتجري كتير، بيجري كتير، بيقطع كتير، فبرضو عاجبني قوي الالفي بصراحه، بيأدي بشكل جيد قوي مع غزل المحله السنه دي. كابتن امير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، احنا بنشكر حضرتك
وننالك التوفيق. ومعليش بصحناك بدري بس انت بتقول بتصحى بدري. صباح الفل عليك. نورتنا امير ودايما كده منورنا ومتالق. انت عارف يعني واحد من الناس اللي دايما بحب نتكلم ونتناقش معاه في الكوره كابتن امير عزمي مجاهد نجم مصر ونجم نادي الزمالك. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه. لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم ودايما بيكون معانا فقره عن ابرز اللعيبه اللي بتكون الاغلى في العالم سواء اصحاب القدم اليسرى او اغلى مثلا سترايكر في العالم. دايما بيكون معانا كده تفاصيل معينه. كل ده بيكون في فقره الميركاتو. طيب يعني النهارده بنتكلم عن اصحاب القدم اليسرى اللي موجودين دلوقتي. عندنا في لعيبه كتيره جدا كانوا نجوم يمكن مارادونا ريان جيجز في اليونايتد شفنا روبرتو كارلوس. في لعيبه كتيره جدا واسامي كبيره جدا وعظيمه جدا من اصحاب القدم اليسرى معانا النهارده في الميركاتو. هيكون معانا الاغلى دلوقتي او اللعيبه الاغلى دلوقتي اصحاب القدم اليسرى اللي موجودين امينه. ودايما بيكون في نجوم منهم كتير واسامي كتيره جدا على مر التاريخ زي ما كنت بتكلم سواء مارادونا او ريان جيجز او روبرتو كارلوس. كل دي اسامي زي موجود دلوقتي. عندنا هالاند من بروسيا دورتموند 150 مليون يورو. لعيبه كتير واسامي كبيره جدا. محمد صلاح كمان من اللعيبه اللي بتلعب برجليها. تاني ده اغلى لاعب طبعا بيلعب في ليفربول 100 مليون يورو. وكمان لوكاكو بيلعب في تشيلسي 100 مليون يورو. وفيل فودن مانشستر سيتي 80 مليون يورو. وميسي باريس سان جيرمان 80 مليون يورو. في الحقيقه يعني لعيبه كتير على مر التاريخ ولكن دول الاغلى حاليا بالنسبه للميركاتو اللي بيلعبوا بالقدم اليسرى. والحقيقه كلها اسامي كبيره. انا بتكلم في هالاند بروسيا دورتموند اللي العالم كله بيصارع عشان يحصل على خدمات واحد من اهم اللعيبه. لوكاكو مع تشيلسي، فيل فودن مع يونايتد، ميسي، محمد صلاح مع ليفربول. يمكن من اهم الخمس لعيبه اللي بيلعبوا دلوقتي بالقدم اليسرى والاغلى دلوقتي في العالم. طيب وصلنا دلوقتي لفقرتنا اللي بنتكلم فيها دايما مع الجمهور وبنشوف اراء الناس على السوشيال ميديا. النهارده كنا بنتكلم عن اختيار التشكيل الانسب اللي يقود به سواء موسيماني مع النادي الاهلي او باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك في فيديو كده لمده دقيقه. ده بيكون في خلال طبعا فقره الكوتش. نروح نشوف مع حضراتكم ونرجع تاني. هذا المحل السنه دي شكل مختلف تماما. محمد عوده استقطب لعيبه، عمل تناغم كبير جدا بينهم، فريق قوي جدا، فريق ما خسرش ولا مباراه من اول الدوري لحد دلوقتي في الجوله الخامسه، كسب ماتشين وتعادل ماتشين، كسب فريق امبي 3-0 في ملعب المحل. فريق عنده تكتل دفاعي قوي جدا، بيعرف يعمل مرتدات كويسه جدا، مرتدات كور طويله للمهاجم اذا كان احمد غنيم او عبده ويحيى. مشكلتهم الكبيره في الناحيه الدفاعيه في الكرات الثابته او الكرات العرضيه، ودي النقطه اللي ممكن يحاول النادي الاهلي يستغلها عن طريق دفع مهاجم متميز جدا في الكرات الطوليه او كرات الهواء زي محمد شريف. طبعا كلنا النهارده منتظرين مباراه النادي الاهلي لنادي غزل المحله ومنتظرين نشوف تكتيك بيتسو موسيماني وازاي هيقدر يتعامل مع غياب حمدي فتحي. حمدي فتحي اللي اصبح في الفتره الاخيره عنصر اساسي في طريقه لعب بيتسو موسيماني 3-4-3. ولكن من وجهه نظري شايفه ان موسيماني عنده الحلول البديله، منهم ياسر ابراهيم ومنهم رامي ربيعه اللي اداها بشكل مميز امام سان داونز في بريتوريا. ولكن من وجهه نظري انسب لاعب يقدر يعوض غياب حمدي فتحي هو اكرم توفيق اللي اداها بشكل مميز في فترات كبيره مع منتخبنا الاولمبي. فانا لو مكان موسيماني التشكيل الانسب من وجهه نظري هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه هيبقى بدر بانون واكرم توفيق وايمن اشرف، قدامهم الرباعي هيكون عمرو السوليه وعلي ديانج، علي معلول، حسين الشحات اللي اتوقع يكون مميز في المكان ده نظرا لفعالياته الهجوميه الكبيره جدا، قدامهم الثلاثي الهجومي هيكون محمد مجدي قفشه
بيرسي تاو ومحمد شريف. اتمنى الشوط الثاني اشوف حسام حسن اللي بيجيد الراسيات بنسبه كبيره جدا، الراسيات والعرضيات اللي لازم يكون معتمد عليهم بيتسو موسيماني نظرا لنقطه ضعف يعني دفاع المحله وعدم تمركزهم الجيد في الضربات الثابته وفي العرضيات. كابتن خالد جلال وفريق البنك الاهلي عاملين موسم قوي جدا في الاربع مباريات اللي بدأوهم، وكابتن خالد جلال كمان يتميز ان هو بيلعب بنفس خطه كارتيرون 4-2-3-1 وحافظ نادي الزمالك تماما. علشان كده كارتيرون هيلعب بنفس الخطه 4-2-3-1، ولكن كارتيرون لازم يحذر من نقطه مهمه جدا، الا وهي كارتيرون عنده طريقتين لعب بيلعب بيهم، لو واحده فيهم فشلت بيلعب بالثانيه، يا اما الاختراق من العمق واللعب في منطقه الزون 14 عن طريق مصطفى فتحي وسيف الدين الجزيري عشان خاطر يسيب مساحه للاطراف او الوينجات ان هم يخترقوا المنطقه ال 18، لو الخطه دي فشلت بيلعب الخطه الثانيه اللي هي الكرات العرضيه او القطريه وينزل عمر السعيد ويستغل طوله وجودته في ضربات الراس عشان خاطر يحرز اهداف. الطريقتين دول اتحفظوا، فالحل مع نادي البنك الاهلي وتكتله الدفاعي وكابتن خالد جلال اللي حافظ نادي الزمالك كويس جدا ان كارتيرون يلعب بطريقه ثالثه، واعتقد ان اقرب طريقه ممكن تخلي الزمالك يفوز على البنك الاهلي هي طريقه الضربات الثابته او التسديد من على حدود منطقه الجزاء. دول الطريقتين اللي ممكن يفتتوا التكتل الدفاعي لنادي البنك الاهلي مع الحذر الواجب واللازم ان نادي البنك الاهلي بيلعب على الكاونتر اتاك وبيقدر كويس جدا انه يعمل بيلد اب من تحت لفوق ويقدر يوصل للجون بسهوله لما الكره بتبقى في رجله، فلازم كارتيرون يحذر انه بغض النظر انه لازم يعمل هجوم قوي وكاسح على نادي البنك الاهلي علشان يقدر يقتنص اي فرصه يجيب منها هدف عن طريق ضربه ثابته او تسديدات من خارج منطقه الجزاء، انه يكون مغطي الفريق دفاعيا باثنين او ثلاث لاعبين على الاقل تحسبا لاي هجمه مرتده من نادي البنك الاهلي. هل انا مكان باتريس كارتيرون ماتش الزمالك والبنك الاهلي هلعب بال 4-2-3-1 الطبيعيه بتاعه الزمالك، محمد عواد في حراسه المرمى، حمزه المسلوسي في اليمين، محمد عبد الغني والونش اثنين مساكين، وعبد الله جمعه في الشمال، طارق حامد وامام عاشور اثنين على الدايره قدامهم ثلاثه تحت المهاجم، احمد زايد زيزو في اليمين، محمد وناجم في الشمال هو اللي يعوض اشرف بن شرقي، يوسف اوباما وقدامه سيف الدين الزيري. وليه يوسف اوباما وسيف الدين الزيري؟ خلينا نتكلم على يوسف اوباما بالذات. الفكره هنا مع اختلافنا مع الراجل ان دايما مستواه بينزل، ولكن يوسف اوباما هو في المكان ده هو اللي دايما بيدي وقت اطول على الكوره، بيطول فتره الاستحواذ للزمالك، بيساعد زمايله ان هو بيبقى دايما باسنج اوبشن بيظهر للناس كلها، فبيساعد ان الكوره تفضل تتدور مع الفرقه اللي بتعمل لو بلوك، بتقلل المساحات بشكل كبير. هتحتاج حد زي يوسف اوباما يطول الكوره في رجلك لحد ما تلاقي ثغره تقدر انت تعدي منها. يساعد سيف الجزيري نفسه انه يتحرك بالعرض او يتحرك في ظهر المساكين او يسحب مساك ويطلع بيه لبره، في يوسف اوباما يحاول يستغل الثغره دي او اي حد تاني من الناس اللي جايه من تحت. كمان يوسف اوباما يتحرك كمهاجم تاني في العرضيات اللي بيعملها زيزو بشكل كويس قوي او بيعملها المسلوسي وعبد الله جمعه. عبد الله جمعه كمان في المكان ده لان انا خسران اشرف بن شرقي، الراجل اللي هو وينج تقيل جدا وكل الفرق بتعمل له حساب، بالتالي محتاج حد عنده طاقه كبيره وانرجي كبيره يساعد اوناجم في المكان ده دايما يفضل عامل لود كبير على البنك الاهلي من الناحيه الشمال. عجبني جدا في الناس اللي بتتكلم، كمان البنت اللي كانت بتتكلم عن طريقه لعب محمد عوده وان ازاي موسيماني يستغل حسام حسن ان هو ينزل عشان بيجيد اللعب بدماغه ويستغل العرضيات على عشان التمركز في نادي غزه المحله. يعني عجبني قوي اميره فكره ان البلاد بقت بتركز في طريقه لعب محمد عوده مع نادي غزه المحله، وبعيدا عن التشكيل هي مش بتقول اسامي وخلاص، يعني هي عارفه نقاط ضعف مثلا اللي هو لو هتلعب عرضيات عشان التمركز غلط عند لعيبه غزه المحله فيستغلها حسام حسن لان محمد شريف مش بيجيد قوي اللعب كهيدرز، يعني مش هيدرز قوي قوي، بيحب يلعب على الارض اكتر. فعجبني فكره ان البنات ابتدت خلاص، يعني لا انا شايفه ان هي يعني من احسن الناس اللي حاطه التشكيل بصراحه، يعني لازم اتحمس ليها شويه، وبعدين هي سنها صغير جدا، يعني هي دي سنها صغير، طبعا احنا بنحييها يعني على الرؤيه الفنية وعلى التشكيل وعلى الحماسية، حتى طريقتها في استعراض طريقة اللعب والتشكيل وكده حماسية بشكل كبير رغم سنها الصغير، فكانت من الحاجات اللطيفة جدا النهاردة معانا. كان سؤالنا النهاردة واللعبة اللي لعبناها النهاردة، مين هو أصغر مدير فني تولى تدريب فريق في الدوري الألماني؟ خلينا نشوف قلتوا إيه وبعد كده نقول لكم الإجابة الصحيحة هي إيه. محمود بيقول يورجن كلوب، محمد بيقول يورجن كلوب مع بروسيا دورتموند، شاكر محمد بيقول ناجلسمان مع هوفنهايم مش مع
بايرن ميونخ لأنه درب هوفنهايم الأول وكده سجل أصغر مدير فني في الدوري الألماني في سن 29 سنة. ودي كانت الإجابة الصحيحة. صح. دي كانت الإجابة الصحيحة. مبروك أنت كسبت معايا. جوليان ناجلسمان. صح، هو أصغر مدير فني كان بيدرب هوفنهايم. ده كلام صحيح. ويعني موضوع كان عنده 28 سنه كان عنده 28 سنه وفعلا هو اصغر مدير فني كان بيدرب، وهو دلوقتي مدير فني موجود على فكره في الجهاز مع بايرن ميونخ. فاعتقد يعني اللي دور صح، واللي جاب لا اشتغل واجتهد وفلح ونجح ثلاثة وجاب النتيجة صح. فحاجة جميلة. لا يعني احنا بنحاول كل يوم مع حضراتكم كده ننشط معلومات الرياضية وبالتاريخ، نرجع مرة ورا دوري المصري، الدوريات الأوروبية. وفي الحقيقة من حكايات التاريخ كل حاجة ليها حكاية. ركلات الترجيح كمان ليها حكاية. النهاردة عرفها مع دكتور عادل سعد المؤرخ الرياضي وحكاية ركلات الترجيح مع كورتر. بكل مشاهدين On Time Sports في كل مكان، صباحكو On Time إن شاء الله وصباح الفل على الجميع. يمكن كرة القدم دايما بتمر بأوقات عصيبة، المباريات بتبقى أحيانا بتكون صعبة على الفريق اللي بتشجعه أو منتخب بلدك، ولكن متهيألي مفيش أصعب من ركلات الترجيح. إيطاليا ما قدرتش تحقق اللقب الرابع في الوقت ده، ويمكن هو نفسه روبرتو باجيو حكى وقال ان كانت كوابيس دايما بتجيله بسبب ركلة الجزاء اللي ضاعت ونصرت البرازيل على حساب إيطاليا. يمكن كمان حنتذكر في كاس العالم 1986 في المكسيك وفي دور الثمانية، المباراة اللي جمعت المنتخب الفرنسي والمنتخب البرازيلي، يومها ضيع اتنين من أعظم لعيبة العالم في الوقت ده، يمكن من أعظم اللعيبة على مدار تاريخ كرة القدم. ترجيح قبل ما تخش عالم كرة القدم، للي الناس ما تعرفوش إن لحد سنة 1970 ما كانش في حاجة اسمها ركلات ترجيح. ركلات الترجيح رسميا بدأت من 1970. قبل كده كانت المباراة تنتهي بالتعادل، كان يقول لك حاجة من الاثنين، يا نعيد المباراة لحد ما نشوف مين اللي يفوز، يا يتعمل قرعة عشان تحديد مين الفائز بالمباراة. والأمثلة كتيرة جدا، يمكن هتكلم على مثال واضح للعيان وهو بطولة اليورو سنة 1968، البطولة في نسختها الثالثة على الملاعب الإيطالية. إيطاليا تواجهت مع الاتحاد، هنا ظهر حكم ألماني اسمه كارل فالد، عجبوش الأمر بتاع حتة القرعة، ويمكن كمان حتة القرعة ديت يمكن في فريق ألماني اتضرب الموضوع ده في دور الأبطال في نسخته سنة 1965 اللي فاز بيها الجراندي إنتر مع هيلينو هيريرا باللقب لتاني مرة في تاريخه يحتفظوا باللقب. كولون الألماني لعب ليفربول الإنجليزي، اتعادلوا 0-0 ذهابا وإياب، قرر إن ده شيء ظالم إن أنت تعمل قرعة ممكن تضيع فيها مجهود فريق طوال بطولة كاملة، فقرر في المباريات الودية كان بيدرها لأنه كان الحكم اللي اتولد سنة 1916 وتوفى سنة 2011، قرر أن يلجأ في المباريات الودية لحل هو خمس ركلات ترجيح هنا وخمس ركلات ترجيح هنا عشان يحددوا من خلالها مين الفائز. لما جربها كذا مرة عرض الأمر على الاتحاد البافاري لكرة القدم، ومن ثم عرضوها على الاتحاد الألماني لكرة القدم، اللي رفعوا الأمر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لحد ما وصل الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم. قرروا من سنة 1970 عند التعادل مع أي بين أي فريقين سواء منتخبات أو فرق إن هم يلجأوا لركلات الترجيح. والغريب في الأمر إن الفريق اللي اتأذى في البداية من ركلات الترجيح هو بنفس جنسية الحكم كالعالم، رغم إن ضربات الترجيح تقرر ليها من 1970، ولكن في المكسيك 1970 ما تلعبش ولا مباراة فيها ركلات ترجيح. في ألمانيا الغربية كاس العالم 1974 ما تحددتش أي مباراة بركلات الترجيح. حتى كمان في كاس العالم 1978 في الأرجنتين ما تحددتش ولا مباراة بركلات الترجيح، حتى وصلنا إلى بطولة كاس العالم في 82 في إسبانيا وفي الدور قبل النهائي، ويجي تاني المنتخب الألماني عشان يتواجه مع المنتخب الفرنسي في مباراة بركلات. إشكالية إن الإسبان قالوا إن في صحفي اسمه رافائيل باليستر هو اللي اخترع ركلات الترجيح سنة 1959، وده عملها في بطولة محلية،
وكمان السويسريين قالوا احنا لعبناها قبل كده سنة 59، الطليان قالوا في كاس ايطاليا 58-59 لعبوا ركلات الترجيح، بل كمان ان الامر كان اقدم من كده شوية، وان اليوغوسلافيين في كاس يوغوسلافيا عملوا الطريقة دي بتاعت ركلات الترجيح سنة 52. ولكن الغريب بقى في الامر ان اللي اخترع الطريقة سنة 52 لليوغوسلافيين شخص غير معلوم بالمرة. فبالتالي الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر ان هو كارل فالد الحكم الالماني هو اللي ابتكر الطريقة ديت، لان هو اللي طبقها على مستويات اعلى، اتحاد الماني ثم اتحاد اوروبي ثم اتحاد دولي، وتقررت ان هي يؤخذ بها في البطولات الكبرى زي اليورو وكمان بطولات كاس العالم. يمكن كمان احنا كمصريين فرحنا قبل كده بلقبين من السبع ألقاب اللي فزنا بيهم في النهاية، بتتطلب التوفيق. وبنشكر كارل فالد الراجل الألماني اللي اخترع الطريقة ديت عشان ما يكونش فيه لغط بحتة القرعة عشان مين يفوز على مين، ولا يكون فيه مباراة تبقى معادة. كل الشكر أكيد لمؤرخنا الرياضي دكتور عادل سعد اللي دائما وأبدا عنده الحكايات والتفاصيل اللي ممكن كلنا تسمعها لأول مرة، دايما بترجع معالي الذاكرة بتشوف أرقام إحصائيات لعيبة ممكن ما تكونش تعرف تاريخها إيه، كل ده بيكون مع دكتور عادل سعد. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من صباح أون تايم، بشكركم أكيد شكرا جزيلا. أميرة بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا يحيى. مشاهدينا بشكركم على المتابعة، كده وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، بكرة بإذن الله حلقة جديدة من صباح أون تايم، إلى اللقاء.